يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. بكل تأكيد مصر دايما اسمها بيتصدر المشهد في مثل هذه المواقف ومثل هذه الأزمات. أول ما يكون في تصعيد بنلاقي فيه تنسيق دبلوماسي عالي جدا وقوي جدا ودولي من كافة الدول مع مصر لتحقيق الهدنة، وبالفعل إشادة دولية كبيرة بنجاح الدبلوماسية المصرية الرئاسية المصرية في التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، واللي بتتضمن بنودها وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، إطلاق سراح 50 من المحتجزين من النساء والأطفال اللي سنهم أقل من 19 سنة، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال واللي سنهم أقل من 19 سنة. كمان إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا أو جنوبا، بالإضافة إلى ضمان حرية حركة سكان غزة من الشمال للجنوب وأيضا في شارع صلاح الدين. الرئيس الأمريكي جو بايدن علق على اتفاق الهدنة ووجه الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادته الحاسمة في التوصل لهذا الاتفاق. كمان قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن اتفاق التهدئة هو خطوة حاسمة وفرصة لضمان وصول كميات أكبر من الغذاء والوقود وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة في غزة. بكل تأكيد في ردود فعل دولية كبيرة مرحبة بهذا الاتفاق. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين كتبت على صفحتها على إكس وقالت: أرحب ترحيبا حارا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إطلاق سراح الرهائن. روسيا قالت أن موسكو ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس على وقف إنساني لمدة 4 أيام، أما الحكومة اليابانية فاعتبرت أن الاتفاق ده هو تطور مهم جدا تجاه إطلاق سراح الرهائن والوضع الإنساني. أما الصين فقالت أنها بترحب بالهدنة وأكدت أنه لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية. صحيح، يعني تطورات مهمة جدا لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ونأمل طبعا جميعا أنها تكون بداية لوقف كامل لإطلاق النار في القطاع، لأنه زي ما حضراتكم متابعين ودايما ما بنؤكد أن المصطلحات لها دور مهم جدا في وصف ما يحدث في قطاع غزة أو حتى وصف ما يحدث حول العالم. لو تابعنا هذا الاتفاق هنلاقي أن اسمه هدنة وليس وقف لإطلاق النار، هي هدنة إنسانية. يعني هذه الهدنة هي هدنة مؤقتة حتى الآن لمدة 4 أيام حسب هذا الاتفاق. وخلينا برضو نتابع مع حضراتكم بعض التفاصيل اللي حصلت امبارح، طبعا واحنا بنتكلم تحديدا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. عدد الشهداء وصل حتى أمس 14,530 شهيد، طبعا مصابين 35,000. وعادة دايما بيكون قبل أي تنفيذ أي هدنة أو وقف الإطلاق النار بنتابع بيكون في تكثيف لعمليات القصف على قطاع غزة كمان تحديدا. يعني امبارح تابعنا قصف على مخيم جباليا ومخيم حتى النصيرات وسط غزة ووقوع طبعا عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين، زي ما بنتابع كمان تصريحات بتخرج طول الوقت يا شاذلي، تصريحات عن حتى وقت تنفيذ الهدنة. الأول قيل أنه هيبدأ يوم الخميس، يعني النهاردة الساعة 10 صباحا ثم الساعة 5 مساء. ثم أيضا خرج الكيان الإسرائيلي وتحدث أنه مش هتتنفذ الهدنة قبل يوم الجمعة. يعني إحنا بنبقى بنتابع وبنرصد مع حضراتكم لحظة بلحظة كل التصريحات اللي بتخرج يا شاذلي. بكل تأكيد، ويعني قوات الاحتلال بتقول إنها دلوقتي شغالة على إعداد القوائم، قوائم الأشخاص اللي يتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال خلال النهاردة أو بكرة بحسب الاتفاق. وزي ما احنا متابعين التصريحات، إتمار بن جفير له العديد من التصريحات خلال اليومين الثلاثة اللي فات دول، يعني قمة في العنصرية. بالمناسبة هذا الرجل في شهر 8 اللي فات الولايات المتحدة الأمريكية أدانت تصريحاته الإعلامية بأنه قال حياة أي شخص من المستوطنين الموجود في الضفة الغربية هي أهم مليون مرة من حياة الفلسطينيين، واتهمته بالعنصرية ورجع بعد كده قال أن هذه التصريحات هي مجتزئة. في لقاءات تلفزيونية امبارح أو أول امبارح كان بيتكلم برضو عن نفس الأمر، أنه يريد الرسالة أوجهها إلى السيد جو بايدن: يا بايدن، إذا كان لديك من المواطنين الأمريكيين عدد كبير منهم الموجودين في المحتجزين لدى حماس،
لن توافق. هو طبعا هو بيتكلم انه بينتقد الضغط الامريكي على الحكومه الاسرائيليه عشان تسمح بدخول الوقود، فقالوا لن توافق على دخول الوقود ونقطع عمدا المياه عن قطاع غزه حتى يصابوا بالقمل. ويعني هو يريد القضاء نهائيا على كل من هو موجود في قطاع غزه. كمان من ضمن تصريحاته قال اذا لم تستأنف الحرب بعد هذه الهدنه ساتقدم باستقالتي. والحكومه الاسرائيليه كلها طبعا وعلى راسها رئيس الوزراء ابلغ الرئيس جو بايدن بان الحرب ستكتمل بنفس القوه التي كانت عليها قبل الهدنه. صحيح، يعني الحقيقة أنه الكلام كتير على ما يحدث الآن. البعض يتحدث عن أنه حماس أو المقاومة الفلسطينية هي اللي يعني نقدر نقول هي كان لها مكاسب أكثر من هذه الهدنة، أو كانت يعني صاحبة اليد الطولة لتنفيذ هذه الهدنة، وحديث آخر يخرج أنه الكيان الإسرائيلي على عكس هذا الحديث. يعني إحنا بنتابع طول الوقت مع حضراتكم هذه التصريحات وما يخرج عن إن كان عن الكيان الإسرائيلي أو حتى عن المقاومة الفلسطينية، تفاصيل كتير جدا بنحاول نتابعها مع حضراتكم لحظة بلحظة. بالفعل يعني الأحداث متتالية ومتسارعة جدا. نأمل طبعا وندعو الله أنه يتم تنفيذ هذه الهدنة مش بس لمدة 4 أيام في قطاع غزة، ولكن يكون وقف دائم لإطلاق النار. ولو تابعنا حتى أهالي قطاع غزة بيتحدثوا عن أولا حاجتهم لهذه الهدنة الإنسانية وحاجتهم الأكثر لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، حتى عدد الشاحنات كان هناك حديث حول عدد الشاحنات. المقاومة طلبت إدخال حوالي 500 شاحنة في اليوم، وقوات الاحتلال تحدثت عن أنه لا، العدد يكون مختلف من 200 ل 300 شاحنة. يعني أعتقد أنه التفاصيل متغيرة زي ما بنتابع مع حضراتكم، وإحنا هنكون معاكم طبعا لحظة بلحظة فيما يحدث في قطاع غزة. مرة ثانية طبعا بنصبح على حضراتكم جميعا، صباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لهالة ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في عموم المحافظات. يا هالة صباح الخير. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير جمانة، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي جولة مفصلة عن أحوال المرور عشان الناس بدأت تنزل دلوقتي في مناطق مختلفة من مصر. وطبعا هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة، تحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات على الكوبري بسبب زيادة الأحمال على الوصل المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة وحتى مدينة نصر. شارع رمسيس أيضا بيشهد كثافات مرورية بس هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه بعض الكثافات المرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، وفي كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه للمؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. هنستكمل جولتنا دلوقتي مع حضراتكم ونروح لمحافظة الجيزة. الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية بعد فتحه وإلغاء التحويلات اللي اتعملت أثناء تركيب القمر الحديدي عند منطقة البراجيل. ده طبعا فتح الطريق خفف الضغط عن المهندسين ومحور صفت. من الطريق الدائري لمحور 26 يوليو المتجه لأكتوبر هيشهد سيولة مرورية، ولكن المتجه للمهندسين في بعض الكثافات المعتادة قبل طلعة الدائري وميدان لبنان ولغاية نادي الزمالك. لو كملنا لكوبري 15 مايو في كثافات بسبب أعمال توسيعة الطريق. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية وبعض الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات. في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بس بتبدأ من محطة المريوطية ولكنها مكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر بعض الكثافات في شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بس بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح لمحافظة الإسكندرية. في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب. نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة.
وهنكمل جولتنا المرورية ونروح لأسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. خلصت كده جولتنا المرورية المفصلة. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. في كمان شبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 26، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 30، وأقل درجة حرارة في كاترين 20 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس والتفصيل بس بعد شوية. دلوقتي عودة مرة تانية لجمانة وشاذلي وتكملة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا مشاهدينا، كعادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب على حساباته الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي وقال: اود ان اعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطه المصريه القطريه الامريكيه في الوصول الى اتفاق على تنفيذ هدنه انسانيه في قطاع غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين. كمان أكد سيادة الرئيس على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروع. امبارح كمان تلقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تضمن تأكيد الرئيسين لقوة الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والولايات المتحدة والحرص على مواصلة تطويرها في كافة المجالات. خلال الاتصال حرص الرئيس الأمريكي على توجيه الشكر للسيد الرئيس على الدور المصري في الوساطة المشتركة اللي أدت لتوصل الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، مثمنا الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومؤكدا رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة للأراضي المصرية. أيضا امبارح استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وشهدت المباحثات ترحيب الزعيمين بالهدى الإنسانية المعلنة في قطاع غزة وتأكيد الجانبين لرؤيتهم المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. كمان الجانبين أكدوا على ضرورة إتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وأيضا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات. رحب خلالها السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني، مؤكدا الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة. أضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، وذلك تجسيدا للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة. هذا وقد استعرض الزعيمان جهود البلدين للتواصل مع كافة الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع. كما أكد الزعيمان أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين
وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وقد غادر جلالة ملك الأردن عقب انتهاء المباحثات. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمة أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، أكد فيها على أن أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدا للانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولي، وأكد سيادة الرئيس ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل. أيضا قال سيادته لم يعد الصمت خيارا إزاء من دلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة جيوسياسيا واقتصاديا. خلينا نتابع مع حضراتكم كلمة سيادة الرئيس ونرجع مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، السادة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة، أود بداية أن أعرب عن فائق امتناني لفخامة رئيس وزراء الهند على تنظيم هذه القمة التي تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغير المناخ، بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولي، ولعل أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدا لهذه الانتقية التي نتحدث عنها. فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة. بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل، السادة رؤساء الدول والحكومات، إن ما نشهده اليوم من أزمات وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري إنما تتماس وتتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم والتي تنعكس سلبا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية. لقد أصبحت الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي بشكل شامل أمرا لا مفر منه، ويأتي على رأس ذلك إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي بما يشمله من استحداث آليات تمويل فعالة وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، ويضاف إلى ذلك إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على التمويل وفقا لأولويات الدول النامية، فضلا عن ضرورة احتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل. السيدات والسادة، لم يعد الصمت خيارا إزاء من دلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة جيوسياسيا واقتصاديا، ودعوني أقول لكم أننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة، فالتحديات تفرض نفسها وتمتد وتتسع وتتشابك، ولا بديل عن وقفة الصدق مع الذات نحكم فيها الضمير الإنساني وقيم العدل والإنصاف والموضوعية والمصالح المشتركة، وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة والانطلاق بهود التنمية وتحقيق الأمن
نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها. وشكرا. نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. واستمرارا لجهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بكافة المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصري بمنطقة تشكى، واللي بيأتي ضمن عدد من المشروعات اللي بتهدف لزيادة الرقعة الزراعية وتشرف على تنفيذها القوات المسلحة. واستمرارا لجهود الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بكافة المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وعدد من قادة القوات المسلحة والإعلاميين وممثلي وزارة الموارد المائية والري. مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصري بمنطقة توشكا. بدأت المراسم بعرض الموقف التنفيذي للمشروع. حكاية توشكا هي حكاية من ضمن حكاية الوطن اللي تسطرت للمصريين. حكاية توشكا فنن ما اشتركتش فيها القوات المسلحة لوحدها، ولكن اشتركت معانا وزارة الزراعة ووزارة الري. أنا كهيئة هندسية فندم اشترك معايا وسطر معايا الحكاية دي ما يقرب من 35 ألف عامل عمالة مباشرة في منطقة الأو فقط. اشترك معايا فندم في الحكاية دي عمالة غير مباشرة ما يقرب من 15 ألف عامل. حكاية توشكا فندم في منطقة الأو كان معايا حوالي 3500 معدة، كان معايا حوالي 20 ورشة توكيل وورش صغيرة موجودة في الموقع. حكاية توشكا فندم هي حكاية كبيرة جدا، انتهت ان الهيئة الهندسية كانت مكلفة ب 140 ألف فدان، انتهت في المرحلة الأولى ب 40 ألف فدان، ودي تم تسويتها وزراعتها في الموسم الماضي، واللي احنا السنة دي بصدده 100 ألف فدان. مشروع قائم ال 100 ألف فدان على اثنين محطة رئيسية أو المحطة عملاقة. كل المحطة الأولى فندم عبارة عن 12 ترومبة، والمحطة الثانية عبارة عن 10 ترومبات. تصرف المحطة الأولى فندم 6.3 مليون متر مكعب في اليوم. المحطة الثانية فندم كان التصرف بتاعها 5.4 مليون متر مكعب يوم. فندم المحطتين احنا نزلنا بعمق في الأرض عشان أعمل المحطة الواحدة اللي عمق 35 متر من مستوى منسوب الأرض الطبيعية. فندم احنا استخدمنا حوالي 5000 طن حديد مسلح في كل محطة لوحدها. استخدمنا ما يقرب من حوالي 20000 طن متر مكعب خرسانة في كل محطة. فندم احنا غير الهيكل المعدني وهيكل التسكين. فندم المحطة الواحدة كانت تخطيط انها تتعمل من سنتين لسنتين ونص. المحطة فندم اتنفذت في 8 شهور. المرحلة الثالثة يا فندم اللي تشرفنا فيها النهاردة عبارة عن إجمالي المساحة فندم 195.5 ألف فدان، المساحة تحت أجهزة الري 199 ألف فدان. المشروع ده فندم فيه خمس محطات كبيرة جدا، محطة عند 57، محطة عند كيلو 8، محطة عند كيلو 17، محطة عند كيلو 26، محطة عند كيلو 80، بالإضافة إلى حوض كبير في الأخر. عندنا طرق رئيسية بحجم 577 كيلو، ترعى الريف اللي هي 53 كيلو 9.3 مليون متر مكعب حفر، محطات الرفع خمس محطات رفع عملاقه 49 طرمبه قد تصرف 11 مليون و9 مليون متر مكعب على اليوم. سحاره يا فندم ودي بطول 400 متر، 8 كوبري و31 مأخذ، شبكات ري 817 كيلو متر، محطات طرمبات 34 محطه 229 طرمبه، شبكات الكهرباء باطوال 1528 9285 برج هواء يا فندم، 4 موزع 34 وقت. كما شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والسادة المرافقون إجراءات فتح المياه بعدد من المحطات الرئيسية التي تهدف لتعظيم الاستفادة من حجم المياه لري أراضي المشروع المستهدف زراعتها.
بالإضافة إلى الاستماع إلى شرح مفصل عن أجهزة الري المحوري الجديدة والتي صنعت بأياد مصرية بهدف تعظيم الإنتاج المحلي. وكذا السحارة الخاصة بالمشروع وكافة الأعمال المنفذة بها. أعقبها جولة تفقدية لمشاهدة مراسم بدء موسم زراعة القمح. وبكده بتواصل مصر مشوارها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة الغذائية، وتحول مشروع توشكا من حلم غير مكتمل لحقيقة قائمة على أرض الواقع. ولسه مكملين بتنفيذ وعد السيد رئيس الجمهورية بزراعة 3 مليون فدان علشان نحول الصحراء لجنة خضراء، واللي هتعود على كل مصر بالخير. مشاهدينا، فقراتنا مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحا، فقرات مختلفة تبقى فيها موضوعات مختلفة، لكن خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، طمنينا أخبار الجو إيه النهاردة، وخاصة إن يعني بيبقى في فرق في درجات الحرارة ما بين فترة النهار وفترة الليل. بالفعل يمكن احنا الحمد لله اليوم مكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية. درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، خاصة فترات النهار. العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار متوقع أن هي تكون 26 درجة مئوية، في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، فبالتالي احنا هنحس بالطقس الخريفي المعتدل تماما خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حتى كمان محافظات شمال الصعيد. طقس نقدر نوصفه مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده هيكون خلال فترات النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وشدة أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحرارة، بنحس بيه أكثر في ساعات الليل المتأخرة اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. الأوقات دي الأجواء فيها أصبحت أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة إن الصغرى فترة الليل بتنخفض على القاهرة الكبرى ل 16 درجة مئوية. المدن الجديدة الأماكن المفتوحة يمكن درجات حرارتها الصغرى فترة الليل بتكون أقل من كده كمان. أيوة. بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد الصغرى فترة الليل فيها بتوصل ل 12 درجة مئوية، فبالتالي في انخفاض بالفعل في درجات الحرارة ملحوظ خلال فترات الليل، وفي فرق في درجة الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، الفرق ده ملحوظ بشكل كبير بيوصل ل 10 و 12 درجة مئوية في بعض المحافظات. دايما في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية الموجودة معانا والمؤثرة هي الشبورة المائية، شبورة مائية بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، ويمكن اليوم أدت لانخفاض رؤية أفقية طفيفة على الطرق، وصلت الرؤية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ل 3000 متر. وبتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني فور سطوع أشعة الشمس تقريبا مع الساعة 7-8 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في الاختفاء، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. عندنا كمان اعتدال كامل في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية، وده كمان بيدي مردود كويس على حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط، أيضا معتدلين تماما ومؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. الاستقرار في الأحوال الجوية ده كمان مكمل معانا غدا الجمعة إن شاء الله، لكن مع يوم السبت هنلاحظ بعض التغيرات الجوية أهمها ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، نشاط للرياح هيكون مثير للرمال والأتربة، وسرعات رياح هتوصل ل 40-45 كيلومتر على الساعة. فمهم جدا في فصل الخريف المتابعة اليومية للنشرات الجوية، لأن دايما بيحصل تغير في خرائط الطقس من يوم للتاني. مهم كمان إن احنا الفترة دي ناخد بالنا من نوعية الملابس، لازم واحنا خارجين يبقى معانا الجاكيت، لأن احنا هنحس بالبرودة إما في فترات الليل أو فترة الصباح الباكر، فلازم يبقى معانا الجاكيت لو حسينا بانخفاض درجات الحرارة نرتديه. ودايما طبعا القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق مع تكون الشبورة المائية، أو حتى لو في أي ظاهرة جوية ممكن تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.
طيب هو في شبوره هتبقى موجوده اليومين الجايين يا دكتوره منار؟ هي شبوره المائيه مكمله معانا بكره الجمعه كمان ان شاء الله، لكن هي طبعا مش هتكون شبوره مائيه كثيفه زي اللي احنا كنا بنشوفها الاسابيع الماضيه وصلت لحد الضباب. هي شبوره مائيه هتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لان نسب الرطوبه خلال هذه الايام منخفضه بشكل كبير، لان معظم الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه صحراويه، فبتبقى نسب الرطوبه فيها منخفضه، فعشان كده الشبوره المائيه مش كثيفه زي اللي كنا بنشوفها خلال الاسابيع الماضيه. فالشبوره المائيه مكمله معانا ان شاء الله غدا الجمعه، ومع يوم السبت هتبدا ظواهر جويه مختلفه هي اللي تاثر علينا باذن الله. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره درجه الحراره العظمى 26 والصغرى 17، العاصمه الاداريه 27-17، الاسكندريه 24-14، والعلمين الجديده 23-13، مطروح 25-13، ودمياط 24-16، بورسعيد 25-19، والاسماعيليه 28-16، في السويس العظمى 28 والصغرى 17، وفي العريش 25-14، كاترين 20-8، وطابة 24-16، حلايب 27-20، وشلاتين 28-20، شرم الشيخ 29-20، والغردقة 30-18، في الفيوم العظمى 25 والصغرى 16، وفي بني سويف 25-14، الوادي الجديد 29-15، أسيوط 27-11، سوهاج 27-13، إنا 27-15، الأقصر 28-14، وأسوان 30-15. بكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لشاذلي وجمانة ومتابعات فقرات صباح الخير يا مصر. شكرك يا هلا، شكرا جزيلا. شكرا. بعد 47 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نجحت بالفعل الجهود المصرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام، هذه المدة طبعا قابلة للتمديد. صحيح، كيف يمكن استثمار الهدنة الإنسانية والعمل على تمديدها وصولا لوقف دائم لإطلاق النار في غزة؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها من دكتور سمير التقي الموجود معنا من واشنطن، الباحث في معهد الشرق الأوسط. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا، أتشرف بك، أهلا وسهلا، وبجمهوركم الكريم أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. بداية يعني برأيك، هل تعتبر هذه الهدنة هي بداية لهدنة أطول وقد تكون نهاية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة مع خروج تصريحات من قبل قوات الاحتلال أن الحرب مستمرة على قطاع غزة بعد مرور الأربعة أيام المتفق عليها في الهدنة؟ يعني أولا في اعتقادي بأن هذه الهدنة لم تكن عربية مصرية أولا، ومن ثم إسلامية، وأيضا الضغوط الدولية من أجل التقدم في هذه الهدنة، وبالتالي الهدنة هي كانت خطوة أولية هدفها الرئيسي الوصول تدريجيا نحو وقف إطلاق النار. المؤشرات التي تشير إلى أن هذه الهدنة يمكن أن تتطور لتصبح عدة هدن متتالية، ومن ثم أن تصل إلى مرحلة إطلاق النار، قضيتين: أولا أن الولايات المتحدة تشير إلى أن سيكون من الصعب جدا على الجيش الإسرائيلي أن يخوض معارك الآن في جنوب وادي غزة، في جنوب غزة، هذا من جهة. النقطة الثانية هو المساعي الأمريكية للقول بأن أسكان غزة الشمال التي تم ترحيلهم منها يجب أن يعودوا إلى مناطقهم، كل ذلك يشير هناك نية لدفع هذه الأمور أبعد فأبعد في اتجاه إطلاق النار الكامل، ولكن لا شك أن هناك عقبات في هذا الاتجاه. هناك قوى في إسرائيل وفي بعض الدول اللاتينية ليست لها مصلحة بأن يتم اطفاء جزوة هذا الصراع بهذا الشكل، ولكن وفي اعتقادي هناك الان نوع من التضامن والتفاعل بين الولايات المتحدة الامريكية من جهة، وجمهورية مصر العربية من جهة اخرى، والسلطة الفلسطينية من اجل تجاوز هذه العقبات وحقل الغام سيكون، وإذا نجحت التجربة الأولى بدعم من الأمم المتحدة فأعتقادي يمكن التفكير
بتوسيع. دكتور سمير عفوا، يعني حضرتك ذكرت الآن ووضح لي لو كنت فهمت حضرتك صح، حضرتك بتقول أنه في بعض الأطراف يعني مش في مصلحتها أنه تنتهي هذه الحرب بهذا الشكل. نعم. زي مين يا فندم؟ حضرتك تقصد مين؟ أي أطراف؟ يعني أولا في أقصد المتطرفين الدينيين الموجودين في الحكومة الإسرائيلية. هناك قوى لا تزال تصاعد في الإقليم، على سبيل المثال الحوثيين، على سبيل المثال حزب الله، الذين لا يريدون أن تطفأ المعركة بهذا الشكل وبهذا المستوى. هم يقولون منذ الآن لأنهم ليسوا ملتزمين بالهدنة، وهم بالتالي يحاولون جر الأمور باتجاه اشتعال الوضع في المنطقة. ولذلك أعتقد بأن هناك عقبات وهناك ألغام تنتظر السير نحو الهدنة، ولكن الآن هناك مقومات كبيرة لنجاحها رغم كل هذه العقبات. طيب دكتور سمير، كنا خلال الأيام الماضية بنسمع عن من المقاومة عن ضرورة إقرار هدنة، وأنه في محاولات، وطبعاً ما زالت الوساطة المصرية كانت مستمرة خلال هذه الفترة، لكن كان الجانب الإسرائيلي هو اللي بيرفض سواء الهدنة أو صفقة تبادل المحتجزين. لماذا وافقت إسرائيل الآن على هذه الصفقة؟ دكتور سمير، حضرتك سمعنا؟ طيب، خلال الأيام اللي فاتت كنا بنسمع دايماً من تصريحات بتخرج من المقاومة بأنه في طبعاً مع الوساطة المصرية والضغوطات المصرية والأمريكية محاولة لعقد صفقة لتبادل المحتجزين وإقرار هدنة. في البداية كانت الهدنة مدتها 4 ساعات 6 ساعات، وكان دايماً بيرفض قوات الاحتلال بترفض إقرار مثل هذه الهدنة، وكان دايماً في اعتقادها أن هذه الهدنة هي فرصة للمقاومة لكي تلتقط أنفسها وتشن حملات أخرى أو هجمات أخرى على قوات الاحتلال. لكن دلوقتي وبحسب الخبراء هناك من يقول بأن خسائر إسرائيل الاقتصادية هي من دفعت قوات الاحتلال إلى الالتزام بهذه الهدنة وإقرار هذه الهدنة، لأن خسائرها كبيرة جدا، حتى أنه خلال الأيام اللي فاتت بدأت بالفعل أن هي تسرح عدد كبير من جنود الاحتياط اللي تم استدعائهم، لأن هم بالفعل موجودين في شركات تم استدعائهم فتوقف العمل، ففي خسائر اقتصادية بالإضافة إلى رواتب هؤلاء الجنود كمان يا جون. ده بالإضافة أيضا لخسائر كمان عسكرية مش بسيطة، ده بجانب كمان الضغط الداخلي في إسرائيل من قبل أسر المحتجزين لدى المقاومة. الحقيقة في ضغط كبير جدا بيحصل أو بيتم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والحديث أنه غير مهتم بعودة هؤلاء الرهائن، ففي ضغط الحقيقة من الداخل الإسرائيلي كبير جدا على بنيامين نتنياهو. من أهم الأسئلة اللي بتسأل الآن أنه لماذا وافقت إسرائيل الآن على هذه الهدنة، خاصة أنه المقاومة الفلسطينية من أول يوم الحقيقة بتتحدث عن مفاوضات لتبادل الأسرى، وتتحدث عن كان الحديث فقط على فكرة قبول قوات الاحتلال هذه الهدنة مبدئيا، ويتم بعدها الاتفاق على البنود، وكان في رفض قاطع من قبل الحكومة الإسرائيلية أنه حتى تناقش التوصل لهدنة أو الاتفاق حتى لهدنة أو حتى التوصل لبنود أو شروط حتى على أساسها يتم تبادل الأسرى. فالسؤال لماذا وافقت الآن الحكومة الإسرائيلية على هذه الهدنة؟ هل ده يدل على فشل الحكومة الإسرائيلية؟ هل هذا يدل على أنه بالفعل هي فشلت أنها تحقق أهدافها الاستراتيجية اللي أعلنت عنها في البداية؟ أسئلة كتير جدا يا شازل. بكل تأكيد. مرة تانية هنرجع لي الدكتور سمير أتقي من واشنطن، وهو الباحث في معهد الشرق الأوسط. يا دكتور، كنت بسأل حضرتك لماذا وافقت إسرائيل في هذه اللحظة على الهدنة؟ إسرائيل في رأيي أنا اصطدمت بجدار كامل من الفشل. عمليا الأهداف الأساسية المعلنة لعملياتها العسكرية كان في البداية هو التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وفي اعتقادي أن الموقف العربي والمصري بشكل خاص كان يعني تمكن من خلاله إفشال هذه العملية بشكل نهائي. إضافة إلى ذلك كان الهدف هو الإفراج عن المحتجزين عنوة عبر العمليات العسكرية، والآن اليوم يعترف نتنياهو بأنه فشل في ذلك. والخطوة الثالثة هي قضية القضاء على حماس. فاعتقادي
حتى الآن أولا القوات الإسرائيلية لم تتمكن من الاستيلاء على المنطقة التي حاولت عزلها والتي لا تشكل أكثر من 27% من مساحة غزة، ورغم ذلك هي الآن تلاقي صعوبات كبيرة في هذه المنطقة التي حولتها إلى عبارة عن شرائط وركام من الأطلال. ولذلك في اعتقادي ليس ثمة مغزى لأي إنجاز عسكري يقوم على الإبادة الجماعية من جهة، ومن جهة أخرى أيضا ليس ثمة مغزى من أي احتلال لأرض مدمرة لا يستطيعون فيها أن يحكموا السكان، ومن الواضح بأن أنهم سيواجهون يعني صعوبات كبيرة في أن في محاولة افتراق الجيش. لا شك أنهم لا يزالون يرفعون شعار محاولة اختراق الجنوب جنوب غزة، ولكن كما نرى بأن الإدارة الأمريكية بدأت تعترض على ذلك بشكل معلن وليس بين الكواليس. لذلك أمام هذا الفشل المطبق وأمام تدهور سمعة إسرائيل وبداية الافتراق في الموقف الأمريكي عن الموقف الإسرائيلي، وهذا كله بفضل من جهة مؤتمر الرياض وأيضا الضغوط الدولية والوضع في الولايات المتحدة، كل هذه العوامل أدت إلى هذه الشروخ، وبالنهاية وافق الإسرائيليون على الهدنة في رأيي، وقال وتحدث نتنياهو بصراحة بأنه مجبر أخاك لبطل. طيب دكتور سمير اسمح لي هعود مع حضرتك مرة أخرى لنقطة الأطراف المعترضة على انتهاء هذا الوضع بهذه الهدنة، وبسؤال حضرتك يا فندم، يعني هل هذه الأطراف لها صلاحية أنها تقفز على الموقف أو أنها تصعد الوضع مرة أخرى؟ نعم، يعني عملية المجد اليوم الحوثي كان بالإمكان يعني لولا قليل تم اعتراض ذلك من قبل البحرية الأمريكية، كان من المحتمل أن تصل هذه المسيرات. إضافة إلى ذلك يعني حتى الآن هناك عدد هام من الجنود الأمريكيين مصابين بين العمليات العسكرية، هناك أكثر من 100 عملية عسكرية بين سوريا والعراق وفي هذه الفترة، وأيضا الوضع على الجبهة الجنوبية في لبنان هو في غاية التوتر، وفي اعتقادي نحن على شفا هاوية ينزلق إليها الوضع. كل هذه القوى تريد أن تخرج، هي التي تقتنص يعني حصاد السياسي والاستراتيجي لهذه العملية، وفي رأيي أن الهدنة قد قطعت الطريق على ذلك. تمكن الدول العربية والمؤتمر الإسلامي العربي في الرياض وبشكل خاص تمكن مصر من أن تثبت موقفها و يعني تصبح هي الجسر الرئيسي الذي يمكن من خلاله العبور نحو الحل السياسي، فاعتقادي هذا لا يسر هذه القوى وداعميها، ولذلك هناك بلا شك سعي لإعادة تسعير الموقف بشكل واضح. طيب دكتور سمير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير قال إن هذه الصفقة ستجلب لإسرائيل الكثير من المشكلات، وتحدث عن صفقة جلعاد شليط وخروج يحيى السنوار في هذه الصفقة اللي تجاوز عدد المفرج عنهم 1000 أسير فلسطيني كانوا موجودين في سجون قوات الاحتلال. لماذا هذا التأخير في تنفيذ هذه الصفقة؟ يعني كنا سمعنا أن هي ستنفذ النهاردة الصبح، بعد كده الساعة 5 مساء في أخبار بتقول أن هي ستنفذ يوم الجمعة. هل ده بسبب يعني محتاجة المزيد من الوقت لإعداد قوائم الذين سيفرج عنهم؟ ليس موضوع القوائم، أعتقد أن الصعوبة الأساسية هي موضوع لوجيستي متعلق بأطراف، بعدم ثقة الأطراف ببعضها بشكل أساسي، حماس وإسرائيل، ومن الذي سيبدأ بتسليم الأطراف المقابلة، وبالتالي كيف ستجري الأمور. وهناك يقال بأن هناك نقاش بالذات حول بعض المسلمين بين المحتجزين عند المقاتلين الفلسطينيين، ولكن في اعتقادي أن العملية بالوزن الذي خططت به أصبح من الصعب على الطرفين أن يؤخروها أكثر من ذلك. أما بالكبير باعتقادي أنه أحد الخاسرين الأساسيين، لأنه هو من كل المراهنة على هذا الموضوع، هو وفريقه، فجزء من فريقه كان يقترح إحراق غزة، والآخر يقول بتصفية القنبلة النووية، والثالث يقول بتوزيع كل الفلسطينيين على كل دول العالم. المهم هو التفكير الرئيسي كان هو التخلص من الفلسطينيين، التوسع في الأرض وأيضا في الاتفاق. أعتقد
بأن ذلك يوبح سبب اعتراف الجزائر وسبب شعوره بالفشل. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور سمير الطاقي باحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، شكرا لحضرتك على كل هذه الإيضاحات. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لأهم الأخبار مع هالة. شكرا شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال تضمن تأكيد الرئيسين لقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والحرص على مواصلة تطويرها في كافة المجالات. وفيما يتصل بالأوضاع في المنطقة، حرص الرئيس الأمريكي على توجيه الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة، مثمنا الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومؤكدا رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية. وأكد الرئيس السيسي أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع. كما أكد الرئيسان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين. هذا وقد اتفق الرئيسان في ختام الاتصال على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. عقد وزير الخارجية سامح شكري والوفد الوزاري العربي الإسلامي اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رابع محطات الجولة التي يقوم بها الوفد للدفع تجاه وقف التصعيد في قطاع غزة، حيث أكد الوفد على الدور الفرنسي الهام الداعم تاريخيا للقضية الفلسطينية. وخلال زيارتهم لبريطانيا ولقائهم وزير الخارجية ديفيد كاميرون، أكد الوفد على حتمية تنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة حول غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام. جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق واسعة بقطاع غزة، وأفادت مصادر بالقطاع بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في جباليا شمال القطاع، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين دون تمكن عربيات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت طواقم الدفاع المدني خلال وصولها إلى مشروع بيت لاهيا السكني في محاولة منهم لمساعدة المواطنين بعد تعرض منازلهم لقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي. وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وكتائب المقاومة على عدة محاور بقطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاشتباكات العنيفة أسفرت عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين، كما تم استهداف 11 آلية عسكرية إسرائيلية متنوعة في محاور التوغل بحي الزيتون وتل الهوى والشاطئ والشيخ رضوان. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب التي يخوضها الكيان الإسرائيلي حتى تحرير جميع المحتجزين والقضاء على تهديد حركة حماس على حد قوله. وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي إنه سيسمح للصليب الأحمر الدولي بزيارة بقية المحتجزين في قطاع غزة، وأن القطاع لن يشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إطلاق سراح المحتجزين لن يتم قبل الجمعة. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم بلاطة شرق نابلس، كما أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين وسط إطلاق نار كثيف. وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين خلال مداهمتها عدة منازل. سيديا سيمكالي
أكدت مصادر أمنية لبنانية مقتل النجل النائب محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لحزب الله بغارة إسرائيلية جنوب لبنان. وأفادت مصادر أمنية بمقتل 4 آخرين من الحزب في تلك الغارة. وكان جيش الاحتلال قال إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو قامت بمهاجمة البنى التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية وعلى خلية حاولت إطلاق صواريخ على إسرائيل. قامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. وخلال اللقاء أوضح المستشار محمود فوزي أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عمل على تعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات 9 الماضية بمفهومها الشامل من حيث الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم مرة تانية، وما زال حديثنا عن اتفاق الهدنة في قطاع غزة مستمر. اتفاق الهدنة تضمن إطلاق سراح 50 من المحتجزين من النساء والأطفال واللي سنهم أقل من 19 سنة مقابل الإفراج عن 150 من نساء وأطفال فلسطين بسجون الاحتلال سنهم أقل من 19 سنة. ومن هنا يجي سؤال مهم جدا يا جمان، إزاي هتتم هذه الصفقة، صفقة تبادل المحتجزين بين الجانبين؟ إجابة وافية وهنتعرف عليها دلوقتي من الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضراتكم. أهلا بك يا فندم. في البداية تعليق حضرتك على هذه الهدنة ومن هو المستفيد من هذه الهدنة وبالتالي كان أكثر حرصا على إتمامها؟ أهلا بحضراتكم مرة ثانية. أعتقد أنه في النهاية الكل مستفيد من هذه الهدنة، لأنه إذا إحنا كنا بنتكلم عن تقييم لهذه الحرب منذ اللحظة الأولى، فالحقيقة أنه النظر لها بيتجاوز مسألة من المنتصر ومن المهزوم، وفي النهاية الكل خاسر يعني على كافة المستويات، سواء كنا بنتكلم على المستوى الإنساني أو على مستوى حتى تهديد الأمن في الإقليم ككل. فأعتقد أنه أهمية مسألة الهدنة الإنسانية المؤقتة اللي تم إقرارها بفعل جهود مصرية قطرية بوزلت خلال الأيام الماضية، ده أمر مهم على أكثر من مستوى. أولا بسبب تصاعد الأزمات الإنسانية داخل قطاع غزة إلى حد غير مسبوق، عندنا احنا بنتكلم عن عدد شهداء بتجاوز بالفعل ال 14,000 شهيد، النسبة الأكبر فيهم طبعا من الأطفال والنساء، فضلا عن عدد ضخم من الجرحى. عندنا خروج للقطاع الصحي أو المنظومة الصحية عن الخدمة، كل دي اعتبار يعني كل دي ظروف مأساوية بتعبر عن طبيعة الوضع الإنساني داخل قطاع غزة. فأعتقد أنه مسألة الهدنة يعني كانت مهمة يعني في ضوء صعوبة الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، وإنها كمان بتدي مساحة أو فرصة أو بعض الوقت للأطراف الوسيطة وخصوصا الدولة المصرية للتحرك على أكثر من مستوى للوصول لوقف كامل لإطلاق النار. طيب أستاذ محمد، برضو بما أن حضرتك معانا خلينا نوضح للسادة المشاهدين تفاصيل بنود هذه الهدنة. يعني إحنا في البداية اتكلمنا عن عدد إطلاق أو إطلاق الرهائن، يعني إحنا بنتكلم عن 50 من المحتجزين من النساء والأطفال سنهم أقل من 19 سنة مقابل إفراج عن 150 من نساء وأطفال فلسطين من سجون الاحتلال نفس السن تقريبا برضو أقل من 19 سنة، يعني نسبة 1-3. إيه كمان أو ما هي الشروط الأخرى أو البنود الأخرى في هذه الاتفاقية يا فندم؟ طبعا هذه الاتفاقية بتشتمل على بعض النقاط الأخرى المهمة، يعني لو احنا بنتكلم كمان عن مسألة المحتجزين، فطبعا الصفقة نصت وفقا لما تم الإعلان عنه عن
أن المحتجزين يعني لدى الحصار الفلسطينية لن يعني لن يشتملوا على الفئة العسكرية، بمعنى أن من سيتم إطلاق سراحهم زي ما حضرتك أشرتي هيكونوا من فئة المدنيين، يعني من يعني خصوصا من النساء والأطفال. طبعا القصة نصت على وقف لإطلاق النار وللعمليات العسكرية لمدة 4 أيام، وقف لتحليق طيران الإسرائيلي يعني في مناطق الجنوب وفي المناطق التي ينتشر فيها أو ينشط فيها الطيران الإسرائيلي خلال يعني فترة الحرب منذ اندلاعها. الصفقة أيضا نصت على اعتبار أو بند مهم جدا، وهو زيادة معدلات إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. تم الاتفاق حتى الآن أو ما خرج حتى الآن تقريبا كم شحنة المفروض؟ يعني الأعداد ما كانتش منتظمة طبعا، وده بسبب أنه كان في إشكالية رئيسية بتتمثل في عدم وجود ضمانات لدخول هذه المساعدات بسبب القصف الإسرائيلي العنيف الذي يطال كافة مناطق قطاع غزة. فما فيش عدد محدد، كان كل يوم بيخضع لي يعني او بيخضع لي الاوضاع الميدانيه نفسها. واعتقد انه حتى مساله ازدياد الاعداد نفسها هتتوقف بالفعل على مدى التزام يعني الجانب الاسرائيلي بمساله وقف اطلاق النار. لكن اعتقد انه اجمالا احنا بنتكلم عن يعني صفقة أو هدنة مؤقتة، أولا هتدفع باتجاه يعني وقف نزيف الدم داخل قطاع غزة، تدفع باتجاه زيادة معدلات إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، هتدفع باتجاه يعني إعطاء مساحة من الوقت للأطراف الوسيطة وعلى رأسها الدولة المصرية وبعض الأطراف الأخرى زي قطر للضغط والدفع باتجاه يعني الوصول إلى وقت كامل وشامل لإطلاق النار. لكن يعني بيوجد أعتقد بعض الإشكالات الأخرى يعني أو بعض النقاط التي تمثل إشكالا في هذا الصدد. يعني إحنا عندنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بيتحدث أمس عن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مرحلة ما بعد الهدنة، وأنه بين قوسين لن يتوقف قبل تدمير حماس. عندنا أستاذ محمد، طيب واحنا بنتكلم عن هذه الصفقه استاذ محمد، هناك حوالي 250 محتجز اسرائيلي لدى المقاومه وما يزيد عن 7000 فلسطيني موجودين داخل سجون الاحتلال، منهم اللي موجود بقاله سنوات ومنهم اللي تم اعتقاله على خلفيه هذا التحرك الاخير. من وجهه نظرك هل حضرتك شايف ان هذه الوتيره التي تسير بها هذه الاتفاقات مثلا، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في 50 محتجز اسرائيلي مقابل 150 اسير فلسطيني موجودين دون سن 19 عام من الاطفال، هل حضرتك شايف ان هذه الوتيره ستسمح بالافراج عن كافه المحتجزين والمعتقلين والاسرى الفلسطينيين الموجودين داخل سجون الاحتلال، خصوصا ان المقاومه من البدايه وقالت ان هدفها هو اطلاق سراح كل الاسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال؟ اعتقد انه في النهايه احنا بنتكلم عن اتفاق هدنه تم فيه تحقيق النسبه الاكبر من رؤيه ومقاربه الفصائل الفلسطينيه. يعني كان الحديث من او كان الخلاف الرئيسي استاذ محمد،
حضرتك سامعني يا فندم؟ طيب على ما يبدو ان فقدنا الاتصال بالاستاذ محمد. لكن بشكل عام كنا بنتكلم طبعا عن دور مصر في الضغط والتواصل من اجل التوصل الى اقرار هذه الهدنة. من الواضح طبعا وزي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة انه في اشادات كبيرة جدا من قوى دولية بمجهود مصر لاقرار هذه الهدنة. على كل بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. طيب زي ما كنا بنتحدث مع حضراتكم انه من ضمن شروط الهدنة هو تكثيف ادخال الشاحنات الخاصة بالمساعدات الانسانية والاغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة، زي ما كان أستاذ محمد وضح منذ قليل أنه لسه بالفعل لم يتم التوصل لاتفاق على عدد الشاحنات اللي هتدخل قطاع غزة خلال الهدنة، لكن طبعا إحنا يعني قيد الانتظار أو مستنيين أي معلومة تخرج عن هذه النقطة تحديدا. لكن هنتكلم عن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي اللي بيستعد بالفعل لإدخال كميات كبيرة من المساعدات لأهالي قطاع غزة. عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الاستاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. استاذ مصطفى صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد، اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بيك. مستعدين يا فندم في التحالف؟ طبعا باذن الله مستعدين، وتم الاصطفاف يمكن من مساء امس في اول نقطه تحرك، وان شاء الله في استاد القاهره ايضا يوجد عدد كبير من الشاحنات تم وجودها بالامس، وان شاء الله جاهزين للتحرك النهارده يمكن باكبر قافله يمكن من اول ما بدانا منذ اكثر يمكن من 30 او يمكن 35 يوم. عدد كبير من الشاحنات سيصل اليوم باذن الله الى معبر رفح للدخول بالتوالي باذن الله. طيب حابين نعرف من حضرتك يا فندم يعني مشتملات هذه القافله، حضرتك بتقول هي اكبر قافله جهزت حتى الان. في الحقيقة يمكن أكثر من 500 شاحنة تم تجميعها من جميع أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يمكن أكثر كميات سيتم إدخالها إن شاء الله أو وصولها اليوم مساء اليوم إلى معبر رفح بإذن الله. كميات من المواد الغذائية والمعدات والمواد التموينية والمواد الطبية والدوائية وأجهزة من أجهزة التنفس وبعض المستلزمات الطبية اللي في احتياج لأهالينا في القطاع سواء المراكز أو المستشفيات الطبية داخل القطاع غزة. ممكن كافة المستلزمات أو المتطلبات للأماكن اللي تم الإيواء فيها للنازحين داخل مدارس الأونروا أو أماكن الإقامات الخاصة بالأسر اللي تهجرت من الشمال إلى الجنوب. بنحاول قدر الإمكان تحديث وتلبيه الطلبات بشكل دوري من خلال الغرفه المركزيه للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بيقوم على رصد الاحتياجات وابلاغ كل الاعضاء داخل التحالف والعمل على ترتيب ومراجعه كل ما يتطلبه ابناء القطاع. وده ان شاء الله اللي هنشوفه النهارده في خلال الاصطفاف اللي بيتم يمكن منذ ساعات قليله، يمكن حكم ان شاء الله صاروا اكبر عدد من الشاحنات اللي باذن الله تصل مساء اليوم الى قطاع غزه باذن الله. طيب استاذ مصطفى، لو في احصائيه بعدد الشاحنات اللي دخلت بالفعل الى القطاع، عدد الشاحنات التي تصطف امام المعبر في انتظار دورها واللي هيتم اطلاقها النهارده. هي يمكن اللي دخل بشكل عام يتعدى ال 500 شاحنه منذ اول الازمه من بعد تم فتح المعبر. اللي دخل يمكن ما يقرب من 10,000 طن من المواد الغذائيه والدوائيه والطبيه. الحقيقه اللي هيدخل النهارده يمكن عدد لا يقل ابدا عن اللي تم رصده من التحالف على مضحنا. يمكن بشكل عام مصر الدوله يمكن تعد رقم واحد على مستوى دول العالم في تقديم الدعم الى قطاع غزه. احنا ما يقرب من 75% من كم المساعدات اللي دخلت من الدوله المصريه والمؤسسه الاغاثيه المصريه سواء التحالف الوطني باعضائه او الهلال الاحمر المصري والمجتمع المدني وصندوق صحيا مصر وكافه الجهات اللي تم عبورها او دخول مساعدتها الى الجانب الاخر في قسم معبر رفح. باقي المساعدات من الدول العربيه والدول الصديقه وده اللي بيصل مطار العريش. لكن الحقيقه مش احنا اللي بنقول الارقام، يعني كل الجهات الدوليه والمنظمات الامميه
أعلنوا عن النسبة المئوية لوجود مساعدات من الدولة المصرية ما يقرب من 75% من الدولة المصرية وباقي المساعدات 25% متبقيين من باقي الدول سواء العربية أو الدول الغربية اللي بتبعت مساعدات إلى مطار عريس ويتم دخولها عن طريق الهلال الأحمر المصري وبتسلم في الطرف الآخر الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الأنروا تكون اللاجئين الهو وده الحقيقة اللي هتفضل مصر مستمرية في دعم أشقائنا وأهالينا في قطاع غزة. قضية الفلسطينية قضية القضايا ويمكن أطلق عليها من قبل السيد الرئيس وكان له توجيهات مستمرة لأعضاء اتحاد الوطن العربي لأهل التنموي على استمرار الدعم وعدم انقطاعه رغم الظروف الاقتصادية يمكن اللي بنمر بيها في داخل الدولة المصرية، لكن لا نستطيع أبدا أن نكف النظر أو الدعم إلى أشقاء في غزة. الشعب المصري بجميع أعمارنا وأطفال المدارس وكل أفراد الشعب المصري بيساهموا في دعم هذه القوافل بشكل يومي. القوافل من خلال الاتحاد الوطني لم تنقطع أبدا في أي يوم، مستمرين بشكل يومي بنرصد كافة الاحتياجات من خلال المنظمات داخل القطاع وبنحاول على قدر الإمكان التلبية والإرسال الشاحنات إلى المعبر بشكل مستمر، وإن شاء الله يعني نأمل طبعا أن الأزمة تنتهي وأن يتم هدنة مستمرة بوقف إطلاق النار، لكن طول ما في مشكلة قائمة وأزمة كارثية إنسانية تحدث لأهالينا في القطاع سنستمر في تقديم الدعم لها. طيب أستاذ مصطفى، الحقيقة يمكن في بند خاص بتكثيف إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة، يمكن الإشكالية زي ما كنا بنتكلم في الأول عن عدد الشاحنات، حضرتك تحدثت عن أنه بالفعل تم تجهيز حوالي 500 شاحنة لإرسالها لمعبر رفح، ولكن حسب بنود الاتفاق يعني خرج حديث عن 500 شاحنة، لا 200 شاحنة في اليوم، يعني أيا كان إن كان 200 أو 500 شاحنة فهو عدد كبير وضخم، ف بالتالي العمل الأيام القادمة أو خلال أيام عمل الهدنة هو يكون عمل مكثف أكتر كمان من العمل الحالي أو من شكل العمل الحالي. هل التحالف الوطني العمل الأهلي والتنموي حاليا بيجهز نفسه لتكثيف العمل خلال أيام الهدنة؟ في الحقيقة يمكن زي ما حضرتك أشرتي في الأيام العادية بيدخل ما يقرب من 100 شاحنة، بنأمل إن شاء الله في الفترة القادمة أن يدخل 200 في اليوم، وده بتعمل عليه الجهات السيادية الأمنية المصرية والحكومة ولو المصرية. زادت يا فندم عن 200 شاحنة في اليوم جاهزين؟ بإذن الله مصر بكل منظماتها ومؤسساتها مش فقط أعضاء التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي، التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي يسير يوميا يمكن توقف يوم أو اثنين فقط للتعبئة والتغليف وتنفيذ بعض الاشتراطات لدخول الشاحنات، لكن على مدار الاسبوع احنا بنيسر الى او بيتم خروج من القاهره الى معبر رفح ما يقرب من 50 تريلا من قبل التحالف الهلال الاحمر تقريبا ما يقرب من نفس العدد وباقي المنظمات، هناك بعض الشاحنات يمكن تقارب نفس العدد اللي بيخرج من مصر من مطار العريش وبعض المنظمات الامميه، فأيا كان العدد المطلوب أو اللي يتم عليه الاتفاق وهيتم إعطائنا الضوء الأكثر من الجهات الأمنية المصرية هيتم التنسيق إن شاء الله ودخول هذه المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وبالتالي إحنا يمكن ننتظر إن شاء الله أن يتم تنفيذ الهدنة يزداد عدد الشاحنات ملتزمين بما يتم إبلاغنا به من قبل الجهات الأمنية المصرية، بيتم التنسيق بشكل مباشر، تنفيذ كافة الاشتراطات في دخول المستشفى المتفق عليها عشان ما يتمش ارجاع او عودة بعض التريلات اللي فيها شيء مش متفق عليه في التزام الشروط والمعايير اللي بنبدأ نشتغل على تغليف المساعدات ووجودها بشكل معين داخل التريلات لسهولة عبورها الى الجانب الاخر وتسليمها لاشقائنا في قطاع غزه. ده يا استاذ مصطفى بيؤكد ان في عمليات فرز بتتم لهذه الشاحنات سواء كانت طائرات قادمه لمطار العريش بيتم تفريغها في الشاحنات عشان تروح المعبر او حتى اللي بيجهزها التحالف، عمليه الفرز دي بتتم ازاي عشان تكون مثلا الدفعه اللي هتعبر دلوقتي فيها كافه المستلزمات التي يحتاجها الجانب الفلسطيني؟ ده سؤال مهم جدا، الحقيقه بيتم طبعا فرز وتغليف وتعبئه بشكل منظم جدا، لدينا مئات الالاف من المتطوعين بيشتغلوا في كل مخازن و
اماكن التخزين لكل هذه المواد سواء جوه شمال سيناء وفي مدينه العريش او في مخازننا ويمكن هي الاكثر في القاهره بنسبه تصل يمكن ل 88% من مساعداتنا هي في محافظه القاهره او محافظات القاهره الكبرى، يعني بيتم التغليف والتعبئه بشكل معين، يوجد اشتراطات من الجهات الامنيه المصريه بنتبعها وبنعمل على الالتزام بها بشكل كبير داخل التربلات عشان يكون في خطوات اسرع في اجراءات التفتيش والدخول، وعشان ما يتمش تعبئه هذه الشاحنه مثلا بعدد من المساعدات الغاسيه والغذائيه ونرجع تاني نفضيها مثلا في العريش ونبتدي نجهز شاحنه، فبيتم تجهيزها من البدايه من المحافظه اللي هتنطلق منها. كلام حضرتك مظبوط جدا، ده صحيح حصل معانا يمكن في اول مره بعد بدايه الدخول في اول يوم من معبر رفح، ان كان بيبقى طبعا في طلبات من الجانب الفلسطيني من الهلال الاحمر الفلسطيني، ومحتاجين ادويه اكثر، محتاجين مستلزمات طبيه، محتاجين معلبات، محتاجين البان اطفال، محتاجين احتياجات للسيدات بشكل شخصي. كان في طلبات الفتره الاسبوع الماضي مثلا لخيام عشان الامطار الغزيره اللي حصلت في غزه، كان في طلبات للبطاطين وبعض المراكب اللي تم تهجيرهم من شمال غزه الى الجنوب. فبنبدا نرصد ده بشكل سريع ترتيب وبشكل ميسر عشان ما يحصلش اي مشاكل او تاخير. الاولويات زي ما حضرتك قلت وعدم نزول الاولويات، ده بيؤكد يا استاذ مصطفى ان في تواصل مستمر ما بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني في هذا الصدد للوقوف على احتياجاتهم. بشكل يومي بيتم رصد الاحتياجات من قبل الغرفه المركزيه والامانه الفنيه للتحالف الوطني العام للاهلي التنموي. الاعضاء الامانه الفنيه للتحالف موجودين امام المعبر بشكل مستمر بيتواصلوا مع الهلال الاحمر الفلسطيني. كل الجهات السياديه المصريه بيتم المتابعه بشكل دقيق لكل ما يتحرك من التحالف الوطني. بيتم التنسيق زي ما قلت لحضرتك عن كيفيه الرصد للاحتياج العاجل، وده بيتم ترتيبه داخل التريلات والشاحنات اللي بتتحرك من القاهره عشان كمان ما يتمش التعطيل داخل المعبر او امام المعبر ونبدا بعض الامور يحصل كتعطيل او عوده الشاحنات لترتيبها مره اخرى. ده بقى بيسهل علينا كتير جدا في الدخول وتفريغ والعوده لتحميل مواد غذائيه او اساسيه اخرى، وده الحمد لله بقينا عندنا فيه يمكن خبره اكبر من الاول، ان احنا عارفين احنا كل يوم بنرصد ايه من الاحتياجات بيتم التعبئه بشكل دوري. ان شاء الله يمكن النهارده كمان هتشوفوا على مدار اليوم عدد ضخم من المساعدات اللي هيتم دخولها الى معبر رفح باذن الله. طيب برضه يا فندم الحقيقه انه ترس مهم جدا يعني من تروس هذه المنظومه هو المتطوعين اللي احنا بنوجه لهم بكل تاكيد كل الشكر وتحيه يعني عظيمه الحقيقه. بس خلينا نوضح للساده المشاهدين يا فندم، تقريبا عدد المتطوعين من بدايه الحرب على قطاع غزه عددهم قد ايه؟ دورهم بيبقى عامل ازاي؟ حقيقة يمكن التحالف الوطني عنده ميزة كبيرة انه بيضم من قبل 34 مؤسسة وكيان داخل التحالف اكثر من 250 الف متطوع. انا عاوز اقول لحضراتكم ان احنا على مدار هذه الازمة والكارثة اللي بتحدث في القطاع يمكن ازداد عدد المتطوعين لدى التحالف من طلاب الجامعات والمدارس بما يفوق ل 350 الف من المتطوعين على مستوى الجمهورية. أقاموا حملة شعبية كبيرة للتبرع بالدم للأشقاء في غزة، بيشاركوا معانا ليل نهار في تعبئة المواد الإغاثية، احنا بنتكلم على أكثر من 12 ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية، وحضرتكم بتشوفوا يوميا من خلال التغطية من قبل حضراتكم وباقي القنوات الإعلامية المصرية المجهود اللي بيبذل داخل خلية نحل تعمل ليل نهار داخل المخازن اللي تملكها الجمعيات الاهليه واعضاء تحالف الوطن العام الاهلي والهلال الاحمر المصري وصندوق تحيا مصر، كل الجهات اللي بتشارك في قوافل الاغاثه. احنا يمكن نستطيع ان نقول اكثر من 500 الف مش فقط التحالف الوطني، هناك الباقي الجهات الشقيقه المصريه اللي بتعمل يمكن بجوار التحالف الوطني العام الاهلي التنموي يضم ايضا اكثر من 150 الف متطوعين. فنستطيع ان نقول ان لدينا الان يعمل بشكل يومي على مدار ال 40 يوم دول اكثر من 500 الف من شباب المصريين والاسر المصريه عشان نعطيهم حقهم. انا بلاقي اسر كامله بابنائها بيشاركوا معانا في ايام العطله الدراسيه سواء
ايام الجمعه او السبت وبيحضروا الى المخازن في مؤسسه صناع الخير، بيشاركونا في تعبئه الاف من الكراتين والمواد الغذائيه والبطاطين والاجهزه التنفس. ولدينا يمكن ان شاء الله يدخل الفتره اللي جايه الاسبوع او خلال الاسبوعين القادمين 20 سياره اسعاف من ارداء من مؤسسه صناع الخير الى الجهات الطبيه او المراكز الطبيه الى قطاع غزه. اكثر من يمكن 100 جهاز تنفس صناعي الحمد لله بدا يتم توفيره من الاسر المصريه والمتبرعين والشركاء. بنلاقي ملحمه من ابناء الريف المصري، لدينا شباب واطفال في اجا في محافظه الدقهليه كانوا بيشاركوا معانا في تعبئه الاف الكراتين وعملوا ده في القرى بتاعتهم وعملوا اتحاد للجامعات الصغيره، جامعات القاعديه في الحوامديه في سوهاج في بني سويف الغربيه. كل الشباب اللي بيشاركوا والجامعات اللي كانت يمكن نقول من اشد القرى فقرا بقى عندهم كمان يعني دافع كبير جدا ان كل اطفالهم وشبابهم يشاركوا ويعبوا هذه الكراتين وهذه المواد الطبيه ويتم ارسالها الى المخازن الرئيسيه هنا لدينا في القاهره وبيتم شحنها بشكل مباشر. فبقى كل التكافل والتجميع ده من كل ابناء الوطن المصري بصراحه هو ده اللي بيدينا كمان عزيمه اكبر واصرار على ان احنا لازم نستمر في دعم الاشقاء في بلدنا. شكرا جزيلا استاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. شادينا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. طبعا ما فيش شك أن اتفاق الهدنة في غزة فتح المجال الحديث عن ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب، خاصة أن سيادة الرئيس أكد امبارح أن الجهود المصرية مستمرة للوصول لحلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروع. صحيح، خلينا نرحب بضيفنا دكتور ضياء حلمي الفقي عضو المجلس المصري لشؤون الخارجيه عشان نتعرف منه على كل هذه التفاصيل. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح اهلا بحضرتك. يعني الحقيقه ان الدور المصري هو دور لا خلاف عليه ولا مزايده عليه، وحتى يمكن لو هنتحدث عن الرئيس الامريكي جو بايدن اتصل بالرئيس السيسي وحتى يشكره ويثمن بالفعل الدور المصري للتوصل لهذه الهدنه. سؤال حضرتك يا فندم، اهميه الدور المصري للتوصل لهذه الهدنه، ويمكن هذه الهدنه هي تعكس الرؤيه المصريه منذ بدايه هذه الحرب على قطاع غزة، يعني ما حدث هو بالفعل ما كانت تطالب به مصر منذ البداية بداية الحرب بالتأكيد. دي حقيقة، والحقيقة عايز أكد أن الدور المصري من 1948 لا يمكن المزايدة عليه، لأن مصر لا تقوم بدورها لأنها تريد أن تبدو وكأنها تقوم بدورها، ولكنها تقوم بدورها حتى تقوم بالفعل بحل القضية الفلسطينية بإنهاء الصراع والضغوط الكبير على الشعب الفلسطيني الأعزل المدني. بالنسبة لسؤال حضرتك وهو سؤال هام، ما هو دور مصر في هذه الهدنة؟ كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ منذ اليوم الأول وسيادة الرئيس السيسي بمسؤولية مصرية كبيرة وبمسؤولية قيادة مصرية طلب ثلاث حاجات وبدأ يعمل عليهم بجدية شديدة وبتركيز في كل دوائر اتخاذ القرار في المجتمع الدولي، ودوائر اتخاذ القرار في موجودة في أماكن معينة، وتحركت مصر في هذه الاتجاهات بقوة وبشكل واضح. البداية كانت الإيقاف الفوري لإطلاق النار حتى يقف نزيف قتل المدنيين والأطفال والنساء العزل، وكان هذا هو المطلب الأول منذ اليوم الأول. ثم في قمة السلام المؤثرة جدا في هذا الاتجاه والتي وضعت الضوء على أن القضية الفلسطينية لن يستمر الحال هكذا إلى أبد الدهر، فكان المطلب الأول إيقاف إطلاق النار وقد حدث. المطلب الثاني كان إدخال مساعدات كافية. لو لاحظنا كلمة الرئيس السيسي أمس في مجموعة قمة الـ20، إدخال المساعدات الكافية وليس مساعدات فقط، لأن إسرائيل تريد بعض المساعدات. لا، احنا بنقول الناس دي محتاجة كم من المساعدات الذي يعينها على حياة طبيعية أو على الأقل على تخفيف الأزمة. كان هذا هو المطلب الثاني، دخول المساعدات، وكان هذا هو الضغط المصري على إسرائيل ليس لقبول هدنة فقط، ولكن دخول ما يقرب من 300 شاحنة يوميا بحساب مصري أن هذه هي الحاجة الحقيقية لأهلنا في فلسطين، وهذا مطلب عادل منطقي.
ومصر عرضته بشكل رائع، وبالتالي استجاب الأمريكا والدول الأخرى، بريطانيا، أوروبا، وحتى إسرائيل وجدت ضغط لأن هذا منطقي. ثم تحدثنا عن الحل الثالث وهو سيأتي إن شاء الله قريبا، وهو المفاوضات لحل الدولتين على أساس حياة عادلة للشعب الفلسطيني والإسرائيلي ويعيش معا على حدود 4 يونيو 67، هذا المطلب المصري والعربي، وأن يكون هناك القدس الشرقية عاصمة ولكن حياة هادئة، لأن مصر رفضت قتل المدنيين أو الاعتداء على المدنيين أي مدنيين. طيب تقييم حضرتك لحرص مصر على وجود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتفاق؟ الحقيقة ده حرص مهم وبواقعية سياسية نستطيع أن نطلق عليها الواقعية السياسية. الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبرى، دولة فاعلة، حتى وإن كان العالم يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب وهذه حقيقة ونظام عالمي جديد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لها دور مهم في هذه القضية، وهذا الدور المهم يجب أن تكون حاضرة لضمان تنفيذ الاتفاق وضمان الضغط على إسرائيل أيضا. لذلك جاءت هذه الهدنة وهذا الإفراج المهم عن المحتجزين هنا وهناك بموافقة أمريكية، حتى أن الرئيس بايدن اتصل وشكر الرئيس السيسي على جهوده، ولكن لم تكن أمريكا فقط، من قبل من أيام اتصل فلاديمير بوتين رئيس روسيا وهي دولة كبيرة أيضا وشكر الرئيس السيسي على جهود مصر للمواطنين الروس اللي كانوا عالقين في غزة. الدور المصري يعمل بذكاء سياسي، بخبرة في المنطقة، ومصر دولة كبيرة في المنطقة والإقليم والشرق الأوسط وإفريقيا. هذا ليس محل جدال أو نقاش ولا نحاول إثباته، هو واقع وتاريخ. في نفس الوقت برضو في يمكن في أطراف أخرى حاولت القفز على الموقف وحاولت أنها تتبادل أو تأخذ الأدوار أو حتى تشارك في دور مصر في حل هذه القضية، ولكن زي ما كان شاذلي بيسأل حضرتك دلوقتي عن إصرار مصر على وجود الولايات المتحدة الأمريكية حتى كضامن لهذه الهدنة، لكن أيضا كان في حرص دولي على وجود مصر أصلا كطرف في هذه الهدنة. الحقيقة حضرتك العالم واللي حضرتك قلتيه في الأول موجود، هو يطلق عليه في السياسة الانتهازية السياسية، يعني تبدو مشكلة وصراع فيقفز هنا وهناك ليقول أن له دور وأنه ساهم وأنه موجود، انتهازية سياسية أو محاولة لأخذ مساحات سياسية، لكن في النهاية الواقع يفرض نفسه، خاصة أن مصر لا تقف مكتوفة الأيدي. الحقيقة ولا أقول هذا من باب المبالغة وعلى الجميع أن يفكر فيه، يعني أنا أقول هذا الرأي والناس تفكر، على مستوى الدول العظمى في الكرة الأرضية مصر دولة عظمى، هذا التاريخ وهذه الحضارة وما أعطيناه للبشرية والإنسانية على مدار أكثر من 5000 سنة يؤكد هذا. مصر بكل السياسيين المصريين، المؤسسة العسكرية المصرية، الفنانين، الأدباء، الشعراء، الرياضيين، مصر دولة كانت الأولى في كل شيء في المنطقة، فكيف يزايد أي دولة؟ ستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، ومصر دولة كبيرة. ولكن إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل نفسها تعلم أن تحل هذه القضية حلا جيدا، لا غنى عن مصر. بمن ستأتي؟ هي مصر أولا وأخيرا، هي مصر، ليست جغرافيا، لا هي جغرافيا، هي مصر، وتاريخ، هي مصر، وتكتسب ثقة كل الأطراف وثقة لسبب. يا فندم ده حضرتك دي جملة، شوف حضرتك كلمتين لكن وراها حاجات كتير. الثقة في السياسة المصرية، وحينما صرح الرئيس السيسي بجملة من سنوات طويلة قال نحن نمارس السياسة شرف. بشرف صحيح. لا يمكن أن أنساه، دي سنوات أول ما جه لهذه المسؤولية قال نحن نمارس السياسة بشرف. على فكرة دي حقيقة، هناك دول تمارس السياسة بشرف وهناك دول تمارس السياسة للمصالح بدون أي قيم. صحيح. لا، مصر خدت الثقة لأن مصر تلتزم، إذا اتفقت توفي بعهدها، إذا التزمت تلتزم ولا تقول شيئا وتفعل آخر. كل هذا يعطي الثقة، وليس لها مصالح شخصية أبدا لا تبحث عنه، لأن مصر قواعدها الثابتة القديمة هي السلام. مصر دولة سلام،
ولكنها قادرة على الحفاظ على حدودها بحزم وبحسم وبحدة، ولا والدول حتى التي تناصبك العداء ولكنها تعلم أنك تحترم القيم وأنك دولة قوية. حتى الظروف الاقتصادية على فكرة أحب أقول للناس، الظروف الاقتصادية عالمية صحيح. في أوروبا وفي أمريكا يخشون من 2024، لكن مصر دولة قوية ودولة مستقرة سياسيا واقتصاديا في منطقة ملتهبة ومليئة بالصراعات. شوف حضرتك الحدود من الأربع اتجاهات، ومع ذلك مصر موجودة وقرارها قرار عاقل. مصر لا تطلب أبدا قرار سياسي غير واقعي أو لا يمكن تنفيذه، وكل هذا يعطي احترام لرأي مصر. مصر هي اللي جابت هنا الأمين العام للأمم المتحدة جويترش أكتر من مرة، ووضعت الضوء على القضية الفلسطينية، وثابت وما تبناش أي ازدواجية في المعايير في اتجاه أي قضية من القضايا عامة، مش بس القضية الفلسطينية. يعني موقف مصر دائما تجاه كل الأزمات في العالم عامة موقفها ثابت وواضح. الحقيقة الدول، لأن أنا أعني بالإدارة ومتخصص أيضا في الإدارة والتنمية البشرية، الدول كالأفراد يعني الدول كالأشخاص، دولة هي طبيعتها وتاريخها وتركيبتها وجيناتها كدولة أنها ليس لديها ازدواجية في المعايير، أنها لا تزايد، أنها لا تستغل. مصر لا تريد الاستغلال السياسي، تريد الحق السياسي، وبالتالي ليس لدينا أي ازدواجية، ولكن وضعنا الضوء بشكل أحرج المجتمع الدولي صحيح. حتى أن الشعوب تحركت على الازدواجية في المعايير لأطفال فلسطين وأطفال العالم، لنساء فلسطين ونساء العالم، وهذا حقنا في إبراز الموضوع. ودي أكبر مساعدة قدمناها للقضية الفلسطينية، أن يجب، والآن قال هذا فلاديمير بوتين، شي جين بينج الصين، بايدن، ماكرون، شولتز، وكان هناك مؤتمر صحفي رائع ومفترق طرق حينما كان أولاف شولتز في مصر، والرئيس السيسي عمل معه مؤتمر صحفي وأوضح النقط على الحروف حتى لا يتم تصفية صحيح. القضية الفلسطينية والتهجير القسري الذي كان في نوايا صحيح. وسلوك إسرائيل. طيب إسرائيل كانت ترفض تماما فكرة الهدنة، 4 ساعات 6 ساعات رفض بات، ودلوقتي أقرت أو وافقت على هدنة 4 أيام، برأي حضرتك إيه السبب؟ الضغوط اللي مصر عملت دبلوماسية سياسية قوية وحطت القضية في النور ووضحت بشكل عاقل ومنطقي أنه لا يمكن أن يستمر الحال هكذا. إلقاء الضوء من مصر على ازدواجية المعايير، يعني لماذا ترضى باستمرار إطلاق النار وقتل الأبرياء؟ وإسرائيل حاولت تبرر أنها لا تريد إضرار الشعب الفلسطيني ولكنها تريد حماس التهديد. مصر أوضحت أن هذا الأمر لا ينهي حماس، وأن هذا الأمر ينهي المدنيين ويقتل المدنيين وليس حماس، وأن حماس لن تنتهي بهذه الطريقة. فلم تجد إسرائيل بدا، قاومت بعض الأيام وحاولت، ولكنها كانت رافضة تماما للهدنة، وكانت الحكومة دي حكومة يمينية متطرفة وحكومة صعبة، صعبة المراس في التعامل، ولكن لم يجد بد، لأن هناك ضغوط وضعت إسرائيل في هذا الركن أنها لا بد من إنهاء هذا الأمر. الضغوط وما يقال في دهاليز السياسة الخارجية، ومصر تقوم بدور كبير. الوزير الخارجية السيد سامح شكري بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية الرئيس السيسي ذهب هنا وهناك، اتصالات مباشرة من الرئيس السيسي بكل أصحاب القرار، فلم يجدوا بدا من الرضوخ إلى هذا الضغط المصري. وبالتالي لاحظنا حضرتك أن الهدنة حدثت بمفاوضات مصرية أمريكية قطرية. دكتور، سريعا جدا لأنه موعد الموجز اقترب، هل تعتقد تمديد أو هل تتوقع تمديد الهدنة لأكثر من 4 أيام؟ دي محاولات مصر تقوم بها فعلا، لمحاولة تمديد الهدنة لحد ما نوصل لحل، أو على الأقل هيكون في هدن إلى وصول الحل، وهذا هو المتاح، وإن شاء الله سيشهد الأمر بعد ذلك. دي أنا أتوقعها جدا، لكن لا نستطيع تحديد تاريخ صحيح. طبع أن تكون هناك مفاوضات جادة، لأن الأمر أصبح على الطاولة معلنا، ولن نعود إلى الوراء مفاوضات حل صحيح. الدولتين. شكرا جزيلا الدكتور ضياء حلمي الفي، عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية.
شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا يا هاني. شهدية طبعا متابعتنا مازالت مستمرة مع حضراتكم عن تفاصيل هذه الهدنة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية، لكن مشاهدينا نروح الآن لموجز التاسعة لأهم الأنباء مع هالة الحملاوي. تفضلي هالة. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال تضمن تأكيد الرئيسين لقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والحرص على مواصلة تطويرها في كافة المجالات. وفيما يتصل بالأوضاع في المنطقة، حرص الرئيس الأمريكي على توجيه الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة، مثمنا الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومؤكدا رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية. وأكد الرئيس السيسي أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع. كما أكد الرئيسان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين. هذا وقد اتفق الرئيسان في ختام الاتصال على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. عقد وزير الخارجية سامح شكري والوفد الوزاري العربي الإسلامي اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رابع محطات الجولة التي يقوم بها الوفد للدفع تجاه وقف التصعيد في قطاع غزة، حيث أكد الوفد على الدور الفرنسي الهام الداعم تاريخيا للقضية الفلسطينية. وخلال زيارتهم لبريطانيا ولقائهم وزير الخارجية ديفيد كاميرون، أكد الوفد على حتمية تنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة حول غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام. جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق واسعة بقطاع غزة، وأفادت مصادر بالقطاع بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في جباليا شمال القطاع، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين دون تمكن عربات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت طواقم الدفاع المدني خلال وصولها إلى مشروع بيت لهيا السكني في محاولة منهم لمساعدة المواطنين بعد تعرض منازلهم لقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم بلاطة شرق نابلس، كما أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين وسط إطلاق نار كثيف. وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين خلال مداهمتها عدة منازل. أكدت مصادر أمنية لبنانية مقتل نجل النائب محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لحزب الله بغارة إسرائيلية جنوب لبنان، وأفادت مصادر أمنية بمقتل أربعة آخرين من الحزب في تلك الغارة. وكان جيش الاحتلال قد قال إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو قامت بمهاجمة البنى التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية، وعلى خلية حاولت إطلاق صواريخ على إسرائيل. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بجامعة بورسعيد ثاني مؤتمراتها بالجامعات المصرية. يأتي ذلك في ضوء اهتمام التنسيقية بتنمية الوعي السياسي للشباب كأحد مستهدفاتها لرفع الوعي الطلابي وحث الشباب الجامعي على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.
كما التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أيام متتالية بأحزاب الريادة ومصر بلدي والأحرار الدستوريين ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم مرة تانية. بالتأكيد في حرص كبير جدا من الشباب على المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، لأنه الشباب بقى عنده وعي كامل بقيمة الصوت الانتخابي، لأنه منتهى البساطة المشاركة بتعتبر مسؤولية وواجب وطني والتزام دستوري. لما بتشارك في الانتخابات فأنت بتساهم في رسم مستقبل بلدك وبتختار المرشح اللي هيقود البلد لفترة رئاسية جديدة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة والاهتمام بالبرامج الخاصة بالمرشحين. بنرحب في فقرتنا النهاردة بالدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نوضح للسادة المشاهدين أهمية مشاركة الشباب في هذا الحدث. طبعا هو لازم يعني كل الناس عارفة أن مصر دولة شابة. تعداد الشباب اللي تحت سن ال 30 سنة في مصر نسبة كبيرة جدا، ممكن تقترب من 60% من التعداد السكاني. والهرم السكاني في مصر ده على فكرة ده أحد مصادر القوة للدولة المصرية. الدولة الشابة دائما هي دولة منتجة في المقام الأول. أنا يعني في اعتقادي أو في تصوري الشخصي أن الانتخابات القادمة تعتبر أكثر انتخابات حازت على اهتمام هذه الشريحة. يمكن ساعد ده تعدد المرشحين اللي موجودين على الساحة، وكمان كل مرشح فيهم ابتدى يقدم ملامح من برنامجه الانتخابي. الشباب دايما متعطش دايما للبحث عن هويته أو عن ذاته، وبالتالي هو بيبحث دايما في وسط كل البرامج المرشحين أو في وسط البرامج الانتخابية عما يحقق له أهدافه اللي هو شايفها. بمعزل عن كون الهدف ده مثلا هو هدف حقيقي ولا هدف ممكن يصوره له شبابه أو مراهقته أو حاجة زي كده، ولكن ده ما يمنعش أن ده بيخليه دايما عنده زخم وعنده رغبة أنه يتعرف أو يتطلع، وكمان مش بس يتطلع وأنه يكون فاعل في الحياة الموجودة وخاصة الحياة السياسية. إحنا عانينا في من 10 سنين من يعني نقدر نقول فترة سيئة من عمر هذا الوطن خلال العام يعني بعد من 10 سنين، وابتدت الموضوع يعود مرة أخرى. نرى حاليا من أكتر من سنة تقريبا أو سنة ونص إن بقى فيه حوار وطني، بقى فيه مشاركة سياسية فاعلة من أطياف كتيرة جدا، حتى اللي كان منهم عنده تحفظ على المشاركة مع النظام وعنده اعتراضات دلوقتي لا بقى موجود وبيشارك وبيشارك بشكل فعال. وانا شايف ان ده بيصب في صالح العمليه السياسيه بشكل عام، وبيصب في صالح المناخ السياسي في مصر بشكل عام. طبعا احنا عندنا الشباب، يمكن انا بشتغل استاذ جامعي في الاساس ومتواصل مع الشباب، وكمان بشتغل يعني انا رائد اتحاد الطلبه في الكليه اللي انا بشتغل فيها وقريب من الشباب من فتره طويله جدا. اللي أنا شايفه في الفترة الأخيرة إن الشباب اللي موجود لا مهتم المرة دي، بيتفرج على البرامج الانتخابية، بيتفرج على كل مرشح ممكن يقدم إيه. يعني بلاش يعني بمعزل عن رأينا إحنا في برامج المرشحين، هم نفسهم مهم بالنسبة لهم جدا إن هم يتعرفوا على كل البرامج اللي موجودة، وأنا شايف إن دي حاجة صحية جدا. طيب انطلاقا من نفس النقطة يا دكتور، فكرة يعني الدولة المصرية الحقيقة مؤخرا مهتمة جدا ببناء الإنسان والاستثمار في المواطن المصري خاصة الشباب، لأن هم دول كنز مصر الحقيقة للفترة اللي جاية. فبالتالي عايز أعرف من حضرتك يعني فكرة اهتمام الشباب بالسباق الانتخابي والاهتمام بالبرامج الانتخابية والاهتمام أيضا بخلفيات المرشحين في السباق الرئاسي، لأي مدى حضرتك شايف أنه ده بينعكس أو بيساهم في إثراء الحياة السياسية والوعي السياسي لدى الشباب المصري تحديدا؟ طيب خلينا ناخد الموضوع أو نسأل السؤال بالعكس من وراء القدام. هي ماذا قدمت برامج المرشحين حتى هذه اللحظة، وماذا حاز اهتمام الشباب بينهم؟ يعني انا ارى طبعا يعني وبدون تحيز والله ان البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الاكثر اكتمالا، او البرنامج الوحيد
المكتمل أو اللي له أرضية أو خلفية على الأرض تجعلنا نثق أن ما يقوله سوف ينفذ. احنا شفنا عندنا يعني لينا رصيد، ليه رصيد في الشارع وفي قلوب المصريين وفي نفوسنا كلنا بما فعل وبما سيقدم ان شاء الله في الفترات القادمة. يعني البرنامج انا شايفه الاكثر اكتمالا. البرامج الثانية للمرشحين برضو فيها بعض الملامح اللي هي دايما اي برنامج لاي مرشح بيبحث عن السلبية ويبحث لها عن حل، بمعزل عن كون الحل ده قابل للتطبيق ام لا، بس هو بيطرحه على الشباب، والشباب دلوقتي بقى اصبح واعي وابتدى يستوعب ايه اللي ممكن يطرح يعني يمكن تنفيذه بالفعل او انه بيطرح لمجرد الطرح يعني او نوع من انواع المزايده يعني. تعرف الشباب على كل هذه الانماط بيثري جدا فكره وبيخلي الشاب عنده استعداد بعد كده ان هو لما يفكر يعني يبحث من خلال إطار مؤسسي أو من خلال إطار الدولة. مش منطقي جدا إن أنا أبحث عن فكرة خارج الصندوق وأقول لا أنا لما هبقى في المكان الفلاني أنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طب أنت هتعمله إزاي؟ يعني أنا أذكر كلمة شهيرة للسيد الرئيس منذ سنوات، يعني ما حدش يتكلم في حاجة غير لما يكون درسها كويس. الولد دلوقتي الشاب الصغير بقى مستوعب الكلام ده كويس وبقى بيتعامل مع الأمر إنه لا أنا مش هقوله بس. طبعا مش هننكر ان في شباب ممكن تنجرف وراء بعض الـ 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 الكلمات الرنانه اللي ملهاش ارضيه، ولكن في النهايه الـ الـ الولد بيقعد وبيسمع وبيتعقل الكلام وبيكتشف ان لا في ارضيه. صحيح. للكلام ده. وهنا يجي دور الشباب اللي فاهم او اللي تم توعيته او اللي تم تمكينه سياسيا في توعيه اقرانهم من الشباب. والله هي دي النقطه اللي انا كنت لسه هتكلم فيها. يعني احنا الدولة المصرية زي ما اهتمت ببناء الانسان، الكلام ده مش النهاردة ولا امبارح. صحيح. وده احنا من بداية خالص يعني لا يمكن انكار دور يعني او دور شباب او البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب المصريين للقيادة، لانه احد اهم الانجازات التي تمت في العشر سنوات الماضية. هذا البرنامج كان ابتدى في الاول ب 500 شاب ودلوقتي تحول المشروع كله للأكاديمية الوطنية للتدريب، ثم تخرج هذه الأكاديمية حاليا سنويا مئات الشباب اللي تلقوا تدريب واعي وفاهم حول مفهوم الوطنية المصرية بشكل أساسي، حول مفهوم المؤسسية المصرية والدولة المصرية وكيفية التعامل وإدارة الملفات في كل بقى الملفات. احنا بنشوف ناس مدربين في مجال الصحة، بنشوف ناس مدربين في مجال التعليم، بنشوف ناس مدربين في مجال الاقتصاد، في مجال الخارجية، في كل المجالات بيتم تدريبهم بشكل واضح. وهذا البرنامج ان لم نفعل يعني ان لم نذكره ونثمنه ونشكر صاحب الفكرة ومنفذها والحريص عليها والحريص على اخراج هذا الجيش من الشباب الوطني الواعي، يبقى احنا مقصرين في حقه كثيرا يعني. طيب يعني على جانب آخر كمان، فكرة أنه وجود الشباب بشكل كبير في الشارع المصري واهتمامه أنه يبقى على علم وعلى دراية بما يحدث في الشارع المصري، وأيضا المرشحين في السباق الرئاسي، وحتى يمكن فكرة الأحزاب اللي بينتموا ليها المرشحين يا فندم، إحنا للأسف على مدار سنين كتير جداً كانت الأحزاب غايبة عن الشارع. صحيح. المصري ما كانش حد عارف أبعاد أو اتجاهات الأحزاب كانت عاملة إزاي. فكرة دلوقتي أنه المرشحين رئاسيين هم يكونوا موجودين في الشارع ويعرفوا الشباب بحتى هذه الأحزاب واتجاهات هذه الأحزاب، دي نقطة مهمة جدا لأنه الحياة الحزبية كانت غايبة بشكل كبير في مصر. ده مظبوط يا فندم. طبعا الأحزاب ابتدت تظهر من خلال المرشحين الرئاسيين اللي موجودين دلوقتي. وأنا أعتقد أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد حراك سياسي من خلال مشاركة الشباب في الأحزاب بنسبة أكبر، لأن كل حزب ابتدى يظهر في الشارع. الأحزاب ما كانش ليها تواجد حقيقي في الشارع المصري. دلوقتي لا، بعد انتهاء إن شاء الله العملية الانتخابية دي تحديدا هيبقى في مشاركة واسعة من الشباب في الأحزاب بشكل كامل. وبرضه في نقطة مهمة احنا لازم ناخد بالنا منها، يعني الفترة الأخيرة تحديدا وما حدث في غزة والأحداث السياسية المتلاحقة حوالينا أظهرت شيء مهم جدا. أظهرت أن الشاب المصري الولد اللي احنا كنا بنتهمه بالطيش أو بنتهمه بعدم الوعي أو بعدم النضوج، لا،
دي ولاد ناضجة جدا، دي ولاد فهمة جدا، دي ولاد مستوعبة جدا، استوعبت حجم التحدي اللي أمام الدولة المصرية، اصطفت بشكل واضح وصريح خلف القيادة السياسية المصرية بشكل يمكن غير مسبوق. يمكن أنا لازم أثمن برضو ما تم من إجراءات في الدولة المصرية والنظام المصري تجاه ما الأمر في غزة، لأنه ببساطة يمكن المرة الأولى منذ فترة طويلة جدا يتفق الإرادة الشعبية مع القرار السياسي بهذه الدرجة من التطابق. يعني احنا كنا دلوقتي احنا اللي بيتقال على منصات الرسمية من المسؤولين المصريين هو لسان كل مصري. انا لا يعني لا اعتقد ان من بداية الأزمة انا استطيع ان اتبرأ او اخجل او اختلف او مع اي رأي لاي مسؤول مصري بدءا من سيادة الرئيس طبعا نزولا الى كل المسؤولين المصريين، لانه ببساطة هو ما يعبر فعلا عن الرأي الشعبي المصري. الشباب عرف الكلام ده، استوعبه كويس قوي، عرف حجم التحدي والخطر اللي ممكن يطول الدولة المصرية واصطف بشكل مثالي. اعتقد ده كمان عشان حتى الشفافية الحقيقة، يمكن فكرة خروج سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشرحه للموقف وشرحه صحيح. اسباب الموقف المصري وليه مصر بترى هذا الموقف وبتدعم هذا الموقف كان ليه دور كبير جدا ومنع المزايدات بشكل كبير جدا. بالضبط، من اول يوم هو سيادة الرئيس طبعا من بداية احنا متعودين على الصراحة يمكن اللي كنا مش يعني مش معتادة من مسؤول بحجم رئيس جمهورية يعني، ولكنه في هذه المرة كانت الصراحة من اول يوم يعني الراجل لم يتوانى انه يقول كل شيء على الملأ في كل المؤتمرات الصحفية. انا اذكر اللقاءات اللي في بداية الازمة كمان كان سيادة الرئيس مصر انها تزع على الهواء مباشرة امام الناس، يعني عشان ما يبقاش في حاجة مستخبية او يطول الدولة المصرية احد الاتهامات الباطلة. يمكن برضو تاني هذا الموقف تحديدا عمل نوع من الثقة الشديدة من الشباب، جموع الشباب المصري في القيادة السياسية، ويعني قربهم جدا من نظام الدولة وقربهم جدا من الكيان الوطني المصري، ودي حاجة أنا شخصيا فرحان بيها جدا. ما بتلاقيش شاب دلوقتي بيتكلم على إن كان المفروض نعمل ونسوي، لا إحنا عملنا، إحنا عملنا. وبيردوا يمكن لو حضرتك فتحت السوشيال ميديا على منصات التواصل الاجتماعي كلها هتلاقي، خاصة بقى المنصات اللي بيبقى فيها مثلا، خلينا في منصة يعني مش عايز اقول اسامي يعني اكس مثلا، لانها فيها تويتس بتيجي باللغات مختلفة، الشباب المصري بيرد صحيح وبيرد بلغات مزبوط. مختلفة، وانا شفت ده بعيني وببقى في منتهى السعادة بصراحة وانا بتفرج على حوار بين شاب مصري وحد مش مصري بيرد عليه بهذه الطريقة. ازاي يتم توعية الشباب سياسيا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وانعكاستها كمان على الأمن والاستقرار، وزي ما حضرتك كنت بتقول حتى لا يتم استقطاب بعض من هؤلاء الشباب وملء دماغتهم بقى بأفكار هدام؟ بص حضرتك، هو ما يتم الآن على الأرض من الأحزاب والكيانات السياسية أمر محمود جدا. طبعا كل الأحزاب حاليا بتعمل مؤتمرات، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتجوب الجامعات المصرية حاليا اللي عمل مؤتمرات للتوعية بالمشاركة السياسية. لينا بعض الزملاء في المجلس من أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شفتهم امبارح كانوا في حلايب، يعني وصلوا لغاية حلايب وشلاتين، قعدوا معاهم، كانوا في مطروح، كانوا في بورسعيد، كانوا وبيعملوا نوع من أنواع تكوين برامج انتخابية كاملة بحيادية تامة وبشفافية تامة. بقية الأحزاب بتعمل مؤتمرات لدعم المشاركة الانتخابية. دورنا إحنا كأساتذة جامعات، كل الجامعات تقريبا عملت نوع من أنواع مؤتمرات التوعية للشباب بأهمية المشاركة في الحياة السياسية. وعايز أقول لحضرتك إن الشباب لم يعد يحتاج إلى هذا النوع من التوجيه المباشر، هو أصبح يعي تماما أنه أن رأيه مسموع، أنه موجود على الخريطة، أنه من ضمن اهتمامات الدولة المصرية، ودي حاجة مش قليلة على فكرة ولم تكن يعني يشعر بها الشاب في الماضي. لا، الشاب المصري حاليا عارف أن الدولة المصرية معتمدة عليه وبتدور عليه وبتبحث عنه، وأعتقد أن مشاركته الفترة القادمة هتكون أكتر وبكثافة أكبر بكتير. وانا يعني متوقع الحمد لله نسبه مشاركه عاليه المره دي، يعني بسبب يعني الحاله العامه اللي موجوده في البلد. صحيح، يمكن زي ما حضرتك قلت كمان فكره انه الشباب دلوقتي يمكن هذه الازمه الاخيره وما يحدث في قطاع غزه خلى الشباب على درايه اكتر ووعي اكتر بالضغوط اللي بتمارس على مصر والوضع الحالي اسبابه ايه وتداعياته ايه، فبقى
عنده وعي اكبر بالزبط. بشكل كبير جدا. طيب خليني يعني اروح مع حضرتك تحديدا مثلا لالمانيا، يعني بما اني عايزه اسال على المشهد على ارض الواقع، وحضرتك طبعا على اتصال بالشارع هناك وبالشباب هناك بشكل كبير جدا، لاي مدى الشباب بالفعل حابب انه يشارك؟ لاي مدى الشباب بالفعل حابب انه حتى يدرس ويشوف ويفند الوضع والمشهد السياسي ان كان في مصر او المشهد السياسي حتى الاقليمي اللي بيدور حول مصر، وقادر على المشاركه وعايز بالفعل انه يشارك ووعيه كمان؟ يعني انا حابب اقول لحضرتك بس حاجه بسيطه، احنا حاليا المحاضرات العلميه حاليا نصها بيبقى اسئله سياسيه في المقام الاول، الولاد عايزه تسال، عايزه تفهم، عايزه تعرف، وده ما كانش موجود في السنوات الأخيرة. خلينا نتكلم بصراحة، يعني أقدر أقول إن من 5 6 7 سنين كان ده ما كانش موجود نهائي. الولد كان نصهم عندهم حالة إحباط والنص التاني خايف يسأل. لا دلوقتي الشباب بيسأل وبيسأل بوعي، هنعمل إيه؟ طب حضرتك عندك معلومة الدولة ممكن تعمل إيه؟ طب حضرتك شايف إيه اللي ممكن يتم؟ الأسئلة دي بتاخد حيز حاليا من الوقت التعليمي نفسه من وسط الشباب. انا يمكن عشان برضو شغلي مع الاتحاد الطلابيه والكلام ده كله بقعد مع الشباب خارج اوقات الدراسه الرسميه هناك، انا بدرس ما زلت في طب المنيا طبعا، ولما بقعد معاهم بكتشف وعي شديد جدا، بكتشف ان الولاد فاهمين بقى خلاص ايه اللي بيحصل، وعندهم يعني استيعاب واضح. انا اذكر ان احنا في بدايه الاحداث مع غزه خرجت مظاهرات في جامعه المنيا حاشده مثلا، وتم استقبالها مثلا من أجهزة الأمن بكل هدوء وبكل استيعاب وبصدر رحب شديد. تاني يوم اتكلمنا مع الشباب ان خلاص احنا قبلنا برأينا مفيش داعي كل يوم يبقى فيه مظاهرة، الولاد استوعبوا تماما، ما كانش فيه خروج على النص تماما، خلاص انتوا، لان احنا هم لقوا ان هم خدوا مننا اللي هم عايزينه، هم لما حبوا يعبروا عن رأيهم تركت لهم المساحة. بس طبعا الدنيا مش تبقى فوضى، تاني يوم ما ينفعش بقى كل يوم، احنا عايزين عندنا جامعة وعندنا دراسة وعندنا كذا، فكان في استيعاب شديد جدا. ويعني يمكن برضو برامج المرشحين انا سئلت عليها، يعني انا سئلت على برنامج اكتر من مرشح رئاسي بخلاف السيد الرئيس. السيد الرئيس هو البرنامج الوحيد اللي حتى هذه اللحظة نقدر نقول ان هو برنامج واضح وزي ما قلت لحضرتك متكامل وله ارضية على الارض. بقية المرشحين سئلت على بعض البرامج للمرشحين مما جعلني انا شخصيا ابحث عنها، يعني انا الولد سالني فلان الفلاني يتكلم ايه في المجال الصحه مثلا، انا ما كنتش اعرف ان المرشح الفلاني له اي اراء في برنامج الصحه، فرجعت قرات في على عما طرح من برنامجه الانتخابي في هذا الشان ورجعت رديت على الولد. يعني ولادنا بقوا بيعلمونا، بيقولوا لنا احنا خلونا احنا اللي ده كويس، ده كويس ان هم يدوروا ويعرفوا هم. هو الولد كان بيدور ما لقاش فخلاني ادور له، وانا جبت له فعلا البرنامج، الراجل عايز كذا والراجل عايز كذا، وسالني طب وحضرتك ايه رايك الكلام ده قابل للتطبيق ولا لا. وعلى فكره دي بقى اهم نقطه انا حابب اقولها لحضرتك، الولاد دلوقتي ما بيسمعوش الكلام وخلاص. بصوا يا فندم، المزايده دائما اقوى من اي طرح. يعني كلمه لا صوتها اعلى واشيك واكثر شعبويه من كلمه نعم، وبالتالي اي معارض في الدنيا له ارضيه وشعبيه في الشارع بالكده بالتعريف، لانه مجرد انه يقول لا. مش اي لا اصبحت تاكل مع الولاد، يعني من الاخر كده. يعني طب انت دلوقتي بتقول ان احنا عندنا ازمه اقتصاديه، ايه حلولك؟ فلما الراجل بيقول حلول الولد بيدور عليها، هل هي قابله للتطبيق ولا لا؟ لو غير قابله للتطبيق يبقى انت راجل، انا اسف انت جاي تضحك عليا، انت بتقول كلام انت نفسك مش دارسه او ما عندكش ليه اليه للتطبيق. ودي اجمل حاجه انا لاحظتها في الفتره الاخيره، الولاد بتدور هل ما يتم او ما يعرض من برامج المرشحين قابل للتطبيق ام غير قابل للتطبيق. عارف حضرتك انا لمست ده فين خلال الفتره الاخيره في الاحداث بتاعت غزه؟ كان في بعض التصريحات بتخرج من بعض دول فيها شعارات رنانة بدعم القضية الفلسطينية، كان بعض الشباب بينساق وراء هذه التصريحات، لكن دلوقتي مفيش حد بيتكلم عنها وكله بيتكلم عن ما فعلته مصر على أرض الواقع. على أرض الواقع وما تم الهدنة دي بجهود ووساطة مصرية واضحة، العالم كله بيتحدث عنها، المساعدات اللي دخلت بكميات، سيادة رئيس الوزراء معالي رئيس الوزراء كان موجود في مجلس النواب الأسبوع الماضي، ويعني ما ذكروا من دخول المساعدات أو حجم المساعدات اللي دخلت من مصر في مقابل كل المساعدات اللي دخلت من جميع الدول
الوضع يعني صحيح. ويعني استكمالا طبعا استكمالا كمان للنقطه اللي تحدث فيها شاذلي، يمكن الشباب كمان بقى لما حتى بيشوف اي فيديوهات او اي مقاطع او اي اخبار مفبركه او اخبار موجوده بقى دايما بيبحث ورا المصدر، بقى بيشوف هل ده صحيح، طب ايه التفاصيل، طب ايه اللي حصل، وبينما نلاقي الشباب نفسه بيرد وبيفند. وده لو هنبني عليه فانا هنبني انه الحقيقه احد اهم انجازات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي فكره تبني مبدا الشفافيه والوضوح والمصداقيه وشرح الموقف بكل ابعاده وبكل تفاصيله، المواقف المختلفه الحقيقه ان كانت اقتصاديه سياسيه وما الى ذلك. وعلى جانب اخر ايضا الاهتمام بوعي الشباب، وكان برضو من ضمن المخاوف اللي كنا دايما بنتكلم عنها وفكره خوفنا من ضياع الهويه المصريه او خوفنا من انه ما يبقاش فيه انتماء بشكل كافي للدوله المصريه. هذه الازمه وضحت انه لا، الهويه موجوده، وانه بالعكس يمكن وجود الشباب عندهم لغات مختلفه ومتعدده بالعكس ده عزز ودعم فكره وصول السرديه السليمه لما يحدث في قطاع غزه صحيح. والسرديه والحكايه الصحيحه عن الدول العربيه وخاصه القضيه الفلسطينيه. اللي حصل ده مهم جدا ويجب البناء عليه واستثماره بشكل كبير جدا. شايف ده ممكن يحصل ازاي ان كان من خلال مشاركه الشباب في المشهد الانتخابي او بشكل عام عامه في المشهد السياسي المصري؟ اللي انا شايفه لغايه دلوقتي بيتم امر جيد جدا. الشباب زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في وعي، في يعني خطه رئاسيه للاهتمام بالشباب من زمان جدا، في نظره موضوعيه للتعامل معاهم خلال السنوات الماضيه. وخدي بقى حضرتك برضو في نقطه، الوعي الجمعي عاده بياخد وقت، يعني دوره حياته طويله شويه. فيعني احنا كنا بس مستعجلين، كنا زعلانين في 2015 و2016 ان في كذا والولاد بعاد والشباب مش قريب من القياده السياسيه. احتاج الامر الى 8 سنوات اللي نقدر نقول دلوقتي ان الوعي الجمعي تم تكوينه بشكل واضح، لان دوره زي ما قلنا لحضرتك دوره حياته طويله شويه لحد ما تكون هذا الوعي. رايناه في الشباب البلوجرز او المؤثرين على معبر رفح وهم بيتحدثوا للعالم كله من وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتهم بلغتهم مختلفه عما يحدث على الارض. رايناه على مواقع التواصل الاجتماعي عموما في الاراء، والاستمراريه مهمه جدا. البناء عليه بقى هي دي النقطه. احنا اعتقد ان الفتره ما بعد الانتخابات هنحتاج لبرنامج واضح لإشراك الشباب في العملية السياسية، سواء من خلال الأحزاب وتفعيل دور الاتحادات الطلابية سواء في المدارس أو الجامعات بشكل أكثر فاعلية. يعني اتحاد طلاب الجامعة، كل جامعة اتحاد طلاب الكليات، أعتقد أن مشاركتهم في داخل الجامعة في أنشطة ليها علاقة بالوعي الوطني والحياة السياسية، وخارج الجامعة كمان أصبح حاجة ضرورية ومهمة الأيام القادمة. فأعتقد طيب. ان احنا محتاجين خطه من النوع ده. عظيم جدا. ازاي نقدر واحنا بنتكلم مع الشباب نفهمهم طبيعه العمليه السياسيه، طبيعه المرحله اللي بتمر بيها مصر واهميتها كمان، بحيث انه الشباب يكون عنده وعي. الشباب عشان يشارك يا دكتور محمد بكل تاكيد لازم اللي موجود في برامج المرشحين يلبي احتياجاته، يعني بالزبط. يكون هو محتاج حاجه معينه موجوده في البرنامج سواء للمشاركه او لاختيار مرشح من بعينه يعني عن باقي المرشحين. المشاركه دي بتحتاج الى وعي. ازاي حضرتك شايف وعي الشباب بشكل عام بالبرامج الانتخابيه، وماذا يحتاج الشباب من رئيس مصر القادم؟ برضو خلينا نجاوب الجزء الثاني لان ده اعتقد انه اكثر اهميه ودي اهم حاجه دلوقتي. ماذا يحتاج الشباب من رئيس مصر القادم؟ لست مخولا للحديث بلسانهم، ولكن من خلال لقاءاتك المباشره عارف هم يعني يقدروا بيفكروا ازاي. الشباب عاده بتبحث عن الهويه او بتبحث عن النجاح. هم يعني خد بال حضرتك، انت لو قلت الولد شاب اديك فلوس اكتر ولا احقق لك حلمك، حتى لو الفلوس اقل هيبحث عن حلمه. الولد مش ما عندوش النهم للفلوس قد ما عنده نهم لتحقيق حلمه، لتحقيق ذاته. البحث عن الذات هو اصل كل العمليه التعامل مع الشباب. البرامج الرئاسيه، البرامج المرشحين اللي موجوده دلوقتي، يعني في منها بعض الحاجات اللي قايمه على مشاكل موجوده اصلا. الولاد نفسها اولا نفسها يبقى ليها دور. خلينا نتكلم بصراحه، اي شاب في الدنيا هو عايز يبقى له دور، انا عايز ابقى موجود. وبالتالي الحزب او الكيان السياسي او حتى الدوله المصريه الذي سوف يفتح ذراعيه للشباب بعد انتهاء الانتخابات الرئاسيه سيحظى بنصيب الاسد في الفتره القادمه. يعني الولاد عندها رغبه شديده في المشاركه بس محتاجه الفرصه. ازاي نعمل كده بعدين؟ اعتقد ان الدور هنا ده دور الاحزاب.
لازم الاحزاب السياسيه تفعل لجان الشباب بتاعتها، لازم تفعل وتفعلها بشكل واضح، لازم تعمل انشطه سياسيه مش انشطه اجتماعيه، انشطه سياسيه في المقام الاول عشان كل شاب يبقى عايز يقول رايه. يعني خد بال حضرتك برضو الحزب دوره مهم جدا في احتواء الاراء المتطرفه. يعني اي حزب في الدنيا المفروض ان كل اعضائه يقولوا كل اللي هم عايزينه داخل جدران ويتم احتوائهم ومناقشتهم. هنا دور الحزب بحيث ان في النهايه يطلع الحزب براي موحد عاقل دارس يعني مستوعب كل ما هيحدث، يقدمه بقى للراي العام او للشارع المصري. هنا دور الاحزاب مهم جدا، وانا شايف ان هو يعني ده دور اساسي في الفتره القادمه ان شاء الله. كل تاكيد. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، ونشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات. شكرا لك. شكرا يا فندم. شكرا ليك يا فندم. شكرا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. اشادات دوليه وعربيه واقليميه واسعه بنجاح الجهود المصريه في التوصل الى هدنه لوقف اطلاق النار في غزه. الرئيس الامريكي جو بايدن وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للدور الحاسم اللي قام بيه في هذا الملف. صحيح. خلينا نرحب في فقرتنا النهارده بالاستاذ عبد الناصر قنديل الباحث والمحلل السياسي، نورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك، نورنا. صباح النور. صباح الخير يا فندم. صباح النور. طيب في البداية هذه الهدنة، يعني احنا في انتظار اعلان موعد نهائي لتنفيذها وبدء تطبيقها، لكن الحقيقة الدور المصري هو دور مهم جدا، وشاء من شاء وابى من ابى هو دور فعال ودور كان لابد ان يكون موجودا، ده حتى يمكن باجماع كل الاطراف. عايز اعرف من حضرتك رؤيتك للدور المصري، وازاي قدرت مصر انها تفرض رؤيتها اللي اعلنت عنها منذ بداية هذه الحرب. شوفي، خلينا انا عايز ابدا معاكي شويه نرجع لورا، ان البعض قد يعتقد ان النجاح المصري ورسوخ الدبلوماسيه المصريه في مواجهه هذه الازمه هو حدث طارئ يستحق الاحتفاء، وده مش حقيقي. الدوله المصريه خلال العشر سنين الماضيه تعرضت لعده اختبارات فيما يتعلق بدبلوماسيه فرض الامر الواقع عليها وكيف التفت حوله وفرضت تصورها لاداره المنطقه، بدايه من محاوله الذهاب بنا للتورط في السيناريو السوري، ورفضت مصر تماما تحريك قواتها إلى سوريا، وده كان مؤشر سمح للدولة السورية أن تتعافى من الأزمة وأن تستعيد وجودها مرة تانية وأن نرى نفسنا أمام دولة سورية حقيقية. مستنقع اليمن حاول البعض جر مصر إليه أيضا، ونجحت مصر في أن تفرض رأيها، والآن الإرادة المصرية والدبلوماسية المصرية لها تأثير غير قليل ولا ضعيف فيما يتعلق بإدارة باب المندب. السيناريو الليبي وده كان سيناريو ثالث، واستخدم فيه دم المصريين الشهداء الذين سقطوا على الأراضي الليبية كمحاولة لتوريط مصر، ورفضت مصر تماما. وبالتالي الدبلوماسية المصرية دبلوماسيه لديها من العراقه ومن الهدوء ومن الكياسه ومن الرؤيه الاستراتيجيه ما مكنها من تجاوز هذه الازمه. لو جينا للموقف الحالي فيما يتعلق بالاوضاع في غزه، عايز اقول لك ان الدبلوماسيه المصريه والكلمات التي صدرت عن رئيس الجمهوريه عن ممثل السلطه التنفيذيه كلمات تستحق التدريس. مصر استعادت قاموس لم يكن لعقود سابقه موجوده. شفنا ازاي الدوله المصريه تتحدث بصراحه عما يسمى الاحتلال بشكل واضح ولا مواربة فيه، هذا احتلال، وده متسق مع رأي مصر فيما يتعلق باتفاقية أوسلو وما وصلت إليه المفاوضات بين مصر وبين الدول العربية وبين دولة الكيان الصهيوني. الحديث عن حق المقاومة، مصر لم تدن حق المقاومة في أن تمارس ضغطها باستخدام السلاح لاستعادة حقها التاريخي، وبالتالي ده كان رأي مهم جدا. الكلمات اللي صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه رجعتنا لمخزون من الذكريات مع ميراث الكلمات الوطنيه المعززه للكرامه اللي كنا عايشينه في الستينات والخمسينات. شفنا كلمات واضحه لا مواربه فيها، جمله زي ان القضيه الفلسطينيه لن تتم تصفيتها وفي كل الاحوال لم يتم تصفيتها على حساب الدوله المصريه. الحديث على ان مصر اختارت السلام في وقت كانت ابواق الحرب اعلى، ولكننا آثرنا السلام واخترنا اختيار طوعي لأنه كان إرادتنا. الحديث على أن مصر لم تعد تحتمل ما يحدث لأشقائنا، وبالتالي لما وصلنا بقى لمشهد الاستعراض العسكري اللي قامت بيه
الفرقة التانية في الجيش التاني في الجيش المصري في تفتيش الحرب كان إعلان واضح إن مصر بدأت تستخدم الدبلوماسية الخشن، وده كان نقطة مهمة جدا. لو لاحظنا أثرها بقى على المستوى الدولي، فرنسا تغير موقفها بنسبة 180%. فرنسا اللي اتكلمت من داخل إسرائيل على أنها حرب يخوضها الكيان الصهيوني نيابة عن العالم ضد التطرف الإسلامي، بعد سويعات كان موجود في القاهرة بيغير كلامه، بيصوت في الأمم المتحدة مع الرأي المصري، بيعلن بشكل واضح إدانته لجرائم إسرائيل، وده ما كانش موجود. جوتريش لما جه مصر الأمير العام للأمم المتحدة وحديثه من مصر، اللي أنا رأيي أنه يعني لأول مرة مصر تستعيد الأمم المتحدة كمنصة تستخدمها الدبلوماسية المصرية للتعزيز والتسويق لوجهة النظر المصرية في إدارة هذا الصراع. الرئيس الأمريكي وفتح قناة الاتصال بشكل واضح، الحديث عن الدور المصري الملموس والواضح، وحتى حديث دولة الكيان الصهيوني على أن الهدنة رهن بقبول مصر وتأييدها لها ودعمها لهذه الهدنة. ده معناه أن الدور المصري هنا كان مهم جدا ولازم نحطه في سياقه ولازم نفخر بيه. أنا لسه ما جيتش لحضرتك عند الدور المصري فيما يتعلق بالإغاثة والمساعدات، ده احنا لسه ممكن مع الكلام نجيله، لأنه دور جبار ما حدش يتخيل دولة بتعاني من أوضاع اقتصادية مشابهة للأوضاع اللي بنمر بيها، وفي ذات الوقت بتقوم بهذا الدور، مش بتكتفي انها بتقوم بيه بس في فترة معينة، لا ده احنا النهاردة واحنا بنتكلم مصر تصطف في استاد القاهرة بأكبر قافلة إغاثة في تاريخ البشرية هتتحرك في اتجاه القطاع. ده معناه اننا بنتكلم على دولة استعادت مكانتها، دولة أصبح لها الحق والقوة في فرض إرادتها سواء بالخطاب الدبلوماسي اللي أنا رأيي أنه هو بأشكاله المختلفة قادر على أنه يفرض نفسه. مصر فرضت نفسها بدبلوماسيات الحوار، وفي ذات الوقت فرضت نفسها بدبلوماسية السلاح. الاثنين أوصلونا للحظة إحنا كنا يعني من أتمناها ومنحلم بيها، أن يتوقف هدير الحرب على أشقائنا بعض الوقت حتى يلتقطوا أنفسهم وحتى نستطيع مداواة بعد جراحة. كل هذه المواقف أدت بنا في النهاية لأن مصر تلعب دور مهم جدا في الوساطة لإقرار هذه الهدنة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. هل من وجهة نظر حضرتك شايف أن الهدنة دي في بالإمكان تمديدها؟ أنا رأيي أنها قابلة بشدة للتمديد. مصر كان هدفها الأول، وده أعلنته مصر في أكتر من خطاب، وكان آخرها خطاب رئيس الوزراء في البرلمان المصري منذ عدة أيام، أن مصر تسعى بشكل مبدئي إلى وقف القتال، وقف الحرب ضد أشقائنا، لالتقاط الأنفاس والقدرة على قياس الحالة ومعالجتها. ولو لاحظنا مع بعض امبارح، بعد مجرد إعلان البيان الخاص بوجود اتفاق هدنة سيبدأ تنفيذه في لحظة ما سيعلن عنها خلال الساعات القادمة، سمح بدخول 15 ناقلة وقود إلى القطاع، سمح ب90 شاحنة مواد غذائية ومواد إغاثية، ده ما كانش موجود. وبالتالي وقف القتال في حد ذاته ده خطوة أولى ما ينفعش نتكلم عليه باعتباره أنه نهاية لهذا الصراع، لأنه على الأرض الأوضاع لم تحل بعد. لكن إحنا النهاردة وصلنا أن إحنا نوقف القتال ضد أشقائنا، نسمح بعدد من الساعات يقدروا يدفنوا شهدائهم فيها. احنا شفنا امبارح مناظر مؤلمة. صحيح. احنا عايز اقول لك ان من 7 اكتوبر هناك شهداء ما زالوا على قارعات الطرق، هناك مباني لم ترفع منها الجثث حتى الان. صحيح. ما تقدرش تحدد عدد الجرحى اللي عندك ولا عدد الاشخاص المفقودين لانك ما بتقدرش تتحرك. من كام يوم كنت بغطي يوميات الحرب لاحدى الفضائيات، فوجئت وانا بقرا تقرير وزارة الصحة ان مجمع الشفاء الطبي هناك مسيرة عسكرية إسرائيلية بتضرب أي شخص بيتحرك بين المباني، بين المباني. مش بقى بيضرب حد بيخرج من المستشفى، حتى الأطباء غير قادرين على أنهم يروحوا لأقسام الطوارئ عشان يعالجوا الجرح. النهاردة لما تاخد قرار بوقف لمدة 4 أيام لحركة الطيران في القطاع، إنك شمال قطاع غزة اللي إسرائيل بتعتبره منطقة يعني للإبادة الكاملة، يوقف فيها ل6 ساعات حركة الطيران، يسمح بدفن الشهداء، يسمح بدخول سيارات للإغاثة. ده معناه أننا بنبدأ خطوات، وأعتقد أن مصر واعي. عشان كده لو رجعنا خطابات مصر أمس فيما يتعلق بالإعلان عن اتفاق الهدنة، هنلاحظ أن مصر لا تتحدث عن اتفاق وفقط،
مصر تحدث عن مقدمات ستستمر دي البداية حتى نصل إلى لحظة يتم فيها الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، جملة تكررت في كل خطاب للدولة المصرية وكأنها بتعلن أن لا اتفاق لا بديل ولا بديل عن حل الدولة نهاية لهذه الأزمة إلا بالوصول لجدول زمني يتعلق بهذه القضية. طيب أستاذ عبد الناصر، الحقيقة لو بصينا للمشهد كده وكل أطرافه والتصريحات اللي بتخرج من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق، هنلاقي مشهد يعني برضو يعني يستدعي التوقف عنده قليلا. الهدنة، تم الاتفاق على هذه الهدنة بعد رفض تام من قوات الاحتلال الإسرائيلي ورفض قاطع أنه لن نتفق مع حماس من بداية الأمر، وإحنا هنقدر نحقق أهدافنا الاستراتيجية بقوتنا وما إلى ذلك، وعرضت خطتها وتجويع الفلسطينيين وما إلى ذلك. الآن إسرائيل تبرر، يعني بنيامين نتنياهو خرج بيبرر أصلا للداخل الإسرائيلي لماذا هذه الهدنة مهمة ولماذا أصلا يجب الموافقة على هذه الهدنة. ده على جانب. على جانب آخر يخرج أيضا بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث أن القتال مستمر بعد هذه الهدنة وممتد بعد هذه الهدنة بعد الأربع أيام. سؤال حضرتك يا فندم، أولا إيه الضمانات لعدم حدوث أي نوع من أنواع خرق هذه الهدنة؟ وأيضا على جانب آخر، هذه الهدنة تخدم أي طرف؟ يعني بكل تأكيد هي الهدنة في الأول وفي الآخر أهم حاجة المدنيين بكل تأكيد، ولكن بالنسبة للأطراف تخدم أي طرف أكثر يا فندم؟ شوفي، أنا عايز أقولك أن الهدنة كانت مطلب أممي، وبالتالي كافة الأطراف سواء الفاعلة، احنا بنتكلم على الأطراف الفاعلة 6 أطراف رئيسية، بنتكلم على الكيان الصهيوني نفسه، بنتكلم على حماس وعلى السلطة الفلسطينية، بنتكلم على الإدارة الأمريكية والدولة القطرية ومصر. 6 أطراف الفاعلة الرئيسية سعت بشدة لأن العالم لم يكن يحتمل استمرار هذا القتال، لم يعد العالم محتمل للمجازر ضد العزل الفلسطينيين. بدأت المظاهرات في مختلف دول العالم، كمان الداخل الإسرائيلي بدأ يضغط بقوة من أجل أسراه لدى الدولة الفلسطينية، وبالتالي الكلام هنا ما بقاش ينفع فيه لهجة الخطاب المتعالي أو الخطاب العنتري اللي الإدارة الإسرائيلية كانت معتقدة إنها داخلة في نزهة ستنهيها في عدة أيام وتبيد القطاع أو تجبره على الانفجار في اتجاه الحدود المصرية وكان ينتهي الأمر. لا، احنا شفنا خطاب متنامي من الدولة المصرية فيما يتعلق بحماية حدودها واستعداد مصر للوصول إلى أي مدى في إطار هذا الدفاع، وده كان رسالة للداخل الإسرائيلي. يمكن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطاب رئيس الوزراء في البرلمان تحدث عن بدء خطوات ربما لتدخل مصري لتأمين أشقائنا، وبالتالي ده كان لازم يتحط في الاعتبار لأن مصر كلمتها هنا مش مجرد كلمة، وده كان جزء مهم. نقطة تانية، إن الدولة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية بدأت تستوعب مخاطر خسارتها للشرق الأوسط بأكمله، وده كان واضح عندنا بشكل كبير. عشان كده أنا شايف إن الأطراف كلها كانت حريصة عليه، الكل مستفيد. إحنا بنتكلم على 150 قصاد 50 هيخرجوا النهاردة، ربما التمديد يكون بيجيب أعداد أكبر، وبالتالي الجميع سيستفيد من هذا الأمر بشرط الحفاظ على الهدوء عند التعامل مع الموقف. نشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ عبد الناصر أنديل الباحث والمحلل السياسي، بنشكرك يا فندم. شاكر جدا. شكرا جزيلا. شكرا لك. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتكم، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.